اهلا بكم، اهلا وسهلا، اهلا اهلا مع بروفيسور دكتور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. اهلا بكم في موضوع يعتبر موضوع ساخن، هو اول حلقه اليوم من علم النفس واللغه الانجليزيه. الموضوع هو السيدات والعلاقه خارج الجواز. موضوع هام هتناوله بمختلف الجهات، from different aspects، مختلف الأنماط. هتكلم فيه بطريقة تعتبر غريبة جدا على العقلية العربية. اللي هشرحه دوت يدرس في برنامج clinical psychology اللي هو علم النفس الإكلينيكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لي الحظ والنصيب في مرحلة الدراسة بأمريكا أن أنا درست هذا العلم. رائع 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 رائع. فأنا هربط بين اللغة الإنجليزية وعلم النفس. معانا النهاردة سيدة، السيدة ديت من داخل أمريكا بتحكي تجربة غريبة، تجربة تعتبر للبعض المقيمين في الدول الشرق أوسطية الناطقة بلغة الضاد هي غريبة، ولكن أيضا هشرح الثقافة الأمريكية. فأنا هشرح اللغة ثم العقلية، عقلية ست، فأخش على علم النفس يعني سيكولوجية المرأة وإيه اللي يخليها توصل إلى هذه المرحلة أنها تتكلم بمنتهى الصدق والصراحة، ثم أتطرق إلى الشارع الأمريكي لأن الثقافة الأمريكية ثقافة مختلفة. We have different, very different lifestyle in America. Different culture, different way of life, different mentality. عندنا الثقافة مختلفة في أمريكا. ولكن كبداية أي حد يخش يتفرج عليه الوقت يقول لي أنت منين؟ الدولة اللي أنت بتشوفتي منها أنت فين بالظبط؟ يعني بتشوفني من امريكا قول لي انا بشوفك من امريكا، بتشوفني من اي ولايه في امريكا قول لي انت بتشوفني من الولايات مثلا اي ولايه في امريكا، بتشوفني من كندا، بتشوفني من اوروبا، بتشوفني من فرنسا، بتشوفني من اي دوله من دول الخليج، بتشوفني من مصر، بتشوفني فين بالظبط؟ فانا عايز كله كده يكتب انت بتشوفني منين، بتشاهدني منين الان، عشان نسلم على كل الناس ثم نبتدي في الشرح. فانت بتشوفني منين؟ المشاهدة منين؟ السعودية. جميل، السعودية جميل، نسبة المشاهدة في السعودية عالية. تمام. مصر تمام. انا دكتور، انا من اوكلاهوما. جميل جميل، اوكلاهوما جنوب السودان. جوبا حبايبي، كايرو. مصر أم الدنيا. حبايبك من السودان يا بروف، حبيبي حبيبي محمد آدم، حبيبي. بحرين أهلا وسهلا. أوكلاهوما تمام، البحرين كمان. جميل جميل، من مصر. جميل، مصر حبيبة. مصري من السعودية. تمام، مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. تمام، زاك بروف اهلا بيك. مصري مقيم بالامارات، اهلا وسهلا، اهلا بيك، شرفتني. سعودي عربيا، ماشي جميل، المملكة العربية السعودية، حلو تمام. جون اهلا بيك، اهلا بيك، ماشي تمام. كل واحد كده يقول لنا فلسطين اهلا وسهلا. تمام، الصعيد، فين في الصعيد؟ ما الصعيد ده خط الصعيد ده كله، ده ما انت عندك اينا ومنيا واسيوط وصهاج وكل، فين في الصعيد بالظبط؟ ماشي، كندا، ماشي. مصر مقيم في جده، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حبايبي. تمام، ربنا يخليك بوجودك، منور. مصر ام الدنيا، ربنا يخليك. طبعا طبعا، كندا، اونتاريو، جميل، منورة يا بروف، مصري وافتخر حبيبي، اهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا، انت شرف لينا كلنا والله، ربنا يخليك، ده فضل من عند ربنا.
نور يا عالم بجد، انت فخر كل عرب. اشكرك اشكرك اشكرك، ده بفضل ربنا مش اكتر. الموهبة ربنا هو اللي بيديها مش اكتر حبيبي. موريتانيا كمان، الله، ده معانا موريتانيا. ليبيا، اهلا بيك زكريا. ليبيا، الجيريا، الجزائر، حبايبي. لباس لباس هي الكلمة الوحيدة اللي اعرفها في الجزائري، لباس. سوداني من القاهرة، الجيزة، منور يا بروف كرم أنيس. حبيبي حبيبي حبيبي، يعني لما ننزل مصر بقى نلاقي حبايبنا كتير في مصر. تمام، جميل. دكتورنا المحترم الكويت، ربنا يخليك اشكرك. باستون بس حاليا في زيارة لمصر، اهلا بيك، تروح تيجي بالسلامة ان شاء الله. تمام، صباح الخير يا بروف، انا من محبينك جدا، انا من الاقصر. سلام الكل الاقصر، الاقصر واسوان، كل حبايبنا في الاقصر واسوان، الناس الجميله، الناس الطيبه، الكرم. سوريا سوريا، اهلا وسهلا، احلى بروف، ربنا يخليك، احلى بروفيسير فيك يا دنيا، انت معلم واحنا منك نتعلم، ربنا يخليك، موهبه من عند ربنا. صباح النور يا دكتور، اشكرك. دكتورنا المحترم من الكويت، الكويت، حبايبي في الكويت، حبايبي في الكويت، حبايبي، يعني لما ننزل الكويت كده ان شاء الله. تمام، الكويت، اهلا وسهلا. من الاقصر، عم الكوكب، ربنا يخليك. مصر، مروكو، حبايبي. المغرب، لباس لباس حبايبي، لباس. تمام، جميل. استاذ كرم انيس، منور الدنيا كلها، والله انا نفسي اتعلم انجليزي من حضرتك جدا والله. اهلا بيك اهلا بيك، تشرفني. تمام، منور يا بروف، برنس ليبيا، ربنا يخليك، اشكرك اشكرك، فضل كله يرجع لربنا سبحانه وتعالى. صحراء الجزائر، اهلا وسهلا. صوت الميه عندك، ده اللي هو حوض السمك. انا غاوي سمك، بربي اسماك وبربي كلاب، فغاوي جدا اسماك، بحب مزاجنجف، خدت بالك؟ فتلاقي مثلا عندي اربع كلاب هنا. وطبعا بربي اسماك، بحب جدا الحيوانات. لباس عليك، ربنا يخليك. الامارات، الامارات في سيول عندكم؟ انا سامع ان في سيول عندكم. نوليدج از باور، طبعا طبعا، نوليدج از باور. منور يا بروف، معاك احمد، احمد ابو زيد، مصري عايش في دبي، نفسي اتعلم انجليزي منك حبيبي، تشرفتني تشرفتني حبايبي. صباح الفل والياسمين، اهلا بيك اهلا بيك حبايبي. سلام بروفيسور. اوغندا، الله، اوغندا، بتشوفوني في اوغندا؟ يا نهار ابيض، اتابعك جدا من كندا حبيبي حبيبي. الزقازيق، الله الله الله، نهار ابيض، ايه ده ايه ده، الزقازيق كمان، الزقازيق شرقيه حبايبي، تحياتي لكل محافظه الشرقيه والزقازيق وكل حبايبي. الله الله الله، بروفيسور يا جماعه، خلاص بقى خلاص كده. مصر مقيمه في تينيسي، اهلا بيك يا مدام، اهلا بيك، شرفتيني. سوريا، صباح الخير، اهلا بيك، وحشنا يا بروفيسور، ربنا يخليك ربنا يخليك. الجزائر، بتابعك كل يوم، على راسي حبيبي. الجزائر، شعب الجزائر الجميل ده كمان. جود مورنينج فروم بولاند، الله، من بولندا بتتفرج عليا، ده كلام برضو. صباح الفل يا بروف، ربنا يخليك. تايلاند، معقوله تتفرج عليا من تايلاند دلوقتي؟ بانكوك، جميله بانكوك. صباح الفل والياسمين، اخبارك ايه يا كبير، ربنا يخليك، الحمد لله، ويلكم، ماشي. من اسكندريه، اهلا بحضرتك، كل اسكندريه حبايبي، في اسكندريه، محافظه الاسكندريه، وجمال الاسكندرانيه، وكرم الاسكندرانيه حبايبي في اسكندريه. ده معنى كده بقى هننزل مصر بقى، مش هنقعد بقى من زياره الناس الحلوه دي، هيستقبلونا في مصر. كرم المصري الجميل، مصر. اللي يعرف قيمة مصر يعيش في الخارج، هتعرف يعني ايه مصر ديت. انا بقولها لك، مصر دي حكاية حكاية حكاية، تعرف قيمتها لما تعيش برا.
شعب لا مش ممكن مش ممكن، كفاية بس الأجواء المصرية كده والجو المصري ده، تعرف قيمتها ديت لما تعيش بره، هتعرف يعني ايه قيمة مصر دي. السودان، كاليفورنيا، مساء السعادة، كايرو ايجيبت، تمام، موريتانيا، سوريا صباح الخير، مصر أم الدنيا، أشكرك أشكرك، تمام. فين السويد يا جماعة؟ وفين فين فنلندا؟ وفين الدنمارك؟ وفين ده؟ أنا يعني الدول دي معروف فيها، شمال أوروبا. فين السويد وفنلندا والدنمارك ولا لسه دول نايمين ولا إيه؟ فرق التوقيت. السويد، فنلندا، الدنمارك، اسيوط، حبايبي في اسيوط، حبايبي في اسيوط، كل سنه وحضرتك طيب، خير، ربنا يخليك، صباح الخير، صباح الخير، تمام. فرق التوقيت كويس جدا. يعني انا اشكركم طبعا الناس اللي في مصر دلوقتي، اللي هي بتتفرج عليا. فرق التوقيت دلوقتي الساعه 11:52 هنا في الغرب الامريكي، فلو قلنا الساعه اوكي يعني 12 ولا سوى 9 الصبح، 9 ل 10 في مصر الحبيبة، تمام. نبتدي إن شاء الله في محاضرة اليوم. شرفت بيكم جدا، أسيوط أهلا وسهلا، أسيوط أهلا وسهلا، تمام. أسيوط والأسايطة والناس الحلوة ديت، الكرم الأسيوطي حبايبي. طبعا الدكتور لسه بيقول لما تسافر وتعيش بره طبعا مصر، أي طبعا مصر ليها رونق يا جماعة، ليها رونق تاني خالص. أنا لفيت جامد يعني. تعرف يعني ايه مصر دي لما تعيش بره؟ عينيك هتدمع لوحدك يعني، عشان تبقى فاهم يعني، عينيك هتدمع لوحدك يعني، مش عاوز اوصف لك. هلسنكي، تمام، اهو هلسنكي، فنلندا، تمام. اهو بص، هيطلع اهو هلسنكي، تونس يا سيدي، برشا 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 برشا، تونس حبايبي، سوريا واحلى بروفيسير، صباحك عسل من محافظه حبيبي درعا، عايز ادرس معاك، شرفني، اهلا بيك، ربنا يخليك، احلى سلام لفخر العرب الحقيقي الدكتور كرم انيس، معاك محمود حمدي من عروس البحر المتوسط اسكندريه وتحديدا الورديان، احلى، اهلا بيك، حاجه تفرح الورديان. طب قول لي رقم البيت حبيبي حبيبي حبيبي، تمام. طب يا جماعه تعالوا كده ان شاء الله باذن الله، اخد المانيا، تمام، جيرماني، دوتشلاند حبايبي، الصين، شنغهاي، الصين، طب منور دايما، ربنا يخليك، اشكرك، تمام، بفضل ربنا، كلامك كله صح والله، تمام. النهارده يا جماعه الزمالك القاهره، تمام. تعالوا يا جماعه اخدك في جوله النهارده، اللي انا هقوله ده غريب شويه عليك، لان طبعا هتطرق الى حاجات كتير جدا. هتطرق الى اولا كلينيكال سايكولوجي، اللي هو علم النفس الاكلينيكي. البرنامج ده بيدرس هنا في الولايات المتحده الامريكيه في مرحله البي اي، اللي هو الباتشلر ديجري، من اي جامعه في امريكا او كندا، اي دوله متحدثه باللغه الانجليزيه، سواء امريكا، كندا، انجلترا، استراليا، نيوزيلندا، ايرلندا، اسكتلندا. البرنامج ده شيق جدا، وانا كان ليا الحظ زمان درست البرنامج دوت وخدت فيه ماستر ديجري كلينيكال سايكولوجي، حاجه جميله جدا. ميلانو اهلا بيك. معانا النهارده السيده دي من هنا من امريكا، فانا هتطرق الى الثقافه الامريكيه، ثم هتطرق الى الشارع الامريكي، فهشرح اللغه الانجليزيه، ثم علم النفس اللي هو فيميل سايكولوجي، ومن هنا هشرح برضو اللغه، فانا هتطرق الى حاجات كتير، بس بدايه كده عشان تعرف الانجليزي او اي لغه مش لغه بس، لازم تلم بيه الثقافه العقليه، اللي هي الامريكان كلتشر والامريكان منتاليتي، الثقافه والعقليه الامريكيه. عندنا عرب كتير جدا في امريكا هنا، بقالهم سنين في امريكا، يعني 20 وتدرس مع بقى 20 و30 و40 ومش عارف. انا ممكن اطلع طالب من عندي يعني اربع خمس اشهر كورسات عندي، هتلاقيه مستواه يعرف معلوماته كتير جدا عن حد هنا بقاله 20 و30 سنه، لان امريكا دي مليانه ثقافه، مليانه حاجات كتير جدا، مليانه فكر. فالنهارده انا معايا هذه السيده الحلوه قوي، بس بدايه كده عشان تعرف ايه السيدات في امريكا. يعني هنا she's sharing her story
هي بتشارك معانا قصتها. انجلترا اهلا بيك، اهلا وسهلا، بتشارك معانا قصتها. طبعا في ميرن امريكا ار فيري اندبندنت، يعني اللي هم السيدات في امريكا مستقلين جدا جدا، مفيش فارق طبعا بين الراجل والست خالص، بين الولايات المتحده الامريكيه، في الولايات المتحده او اي في اي دوله متحدثه باللغه الانجليزيه، واوروبا ايضا بالعكس، ده الست كمان تكاد تكون يعني انت ممكن تشتغل في مكان هتلاقي يور سوبرفايزر مانجر دايركتور مانجر شيز فيميل، سو يو هاف تو ريسبكت هير، لازم تحترمها، لازم تحترمها. فعندنا النهارده حد بيتكلم بقى من قلبه حاجة حصلت لها وحاجة غريبة حصلت لها. فأنا بداية كده هديك خلفية عن هذه المرأة اللي احنا هنسمعها دلوقتي، وأنا أحلل البادي لانجوج، أحلل الوش، أحلل النفسية، أحلل كل كلمة بتقولها، وأتطرق طبعا إلى اللغة الإنجليزية. بداية كده تعال نشوف هي بتقول إيه. الست دي جوزها مات بقاله 10 سنين. فطبعا هنا في عندنا مشكلتين، يا اما هتتجه الى المخدرات يا اما هتتجه الى الكحوليات، لان مشكله امريكا في حاجتين، تو ديفرنت هات توبكس ان امريكا، هات توبكس يعني مواضيع ساخنه، الكحول اند دراجز ان يو اس. فهنا هتحكي على اللي هي بتمر بيه. She's going through a lot of problems, a lot of issues. بتمر بمشاكل. وطبعا الضربات بتيجي عشان تبقى فاهم من أقرب الناس إليك. يعني صديق قريب منك جدا، زوج، زوجة، علاقة وفشلت. فالضربات بتيجي من ناس أنت بتثق فيها. فدي معروفة. فهنشوف هنا هذه السيدة بتتكلم بتقول إيه. لكن انا بداية كده خليني اوصف لك، طبعا انا هجيبها صوت وده فيديو عشان تبقى فاهم برضو، ده فيديو هي she's sharing her experience، فبتقول خبرتها. فهتقول كده نشوف كده، انا اشرح لك الوش دوت. اولا يعني تقدر تقول يعني early 40s، يعني بداية الاربعينات او ممكن اواخر الثلاثينات، late of 30s، بس تقدر تقول smart, intelligent, she's very cute, very beautiful، حلوة، الجمال باين قوي. وبعد كده عاملة piercing her nose، يعني حاطة ثقب في المراخين، ماشي. عندها تاتو حلو قوي، عاملة love في جزء الرقبة بتاعتها، كلمة love. والست لما تحط love في الرقبة أو في الدراع أو في أي مكان، يعني دي ست حبيبة بتحب. الحاجة التانية المهمة جدا she's so romantic، هتلاقي مثلا كلامها في ألفاظها تخرج منها غصب عنها، لأن طبعا هنعرف الحالة النفسية. الوش معبر قوي، العيون هقراها لك دلوقتي، إن هي هل هي مريضة نفسية، لأن هقراها لك بسرعة الوش بيقول إيه، هل هي مريضة نفسية، وهنعرف مريضة نفسية ليه، أو هي abnormal normal abnormal، we can decide easily، you can know that character persona personality، she's really abnormal or normal or she has mental disorders behavior disorders، هل هي بتعاني من اضطرابات عقليه، هل هي بتعاني من اضطرابات نفسيه، كل ده نحلله ونعرفه دلوقتي. الوش مش سكرانه، she's not drunk، ونعرف كمان المنتال state، mental state، what about her mental state؟ mental state اللي هي الحالة العقلية. بتعاني من أمراض نفسية، هل هي بتهتز؟ هل هي بتبرق وهي بتكلمك؟ she's so nervous. هل هي مثلا she's out of control؟ يعني تكلمك تحس إن هي ممكن عايز تتخانق معاك؟ كل ده نعرفه. كل ده نعرفه. تعالى كده نشوف البداية خالص، هتعمل هي رائعة جدا، هتعمل انترو انترودكشن انترودكتوري سبيتش، فهتخدنا بقى إلى عالم. بص بتقول ايه بداية كده، هادية قوي، she's so calm relax chill out، هادية قوي، قاعدة في مكان تقدر تقول كده برضو جنبها شمع حبيبة،
بتتكلم من بيتها فبتقول عن تجربتها. تعال نسمع بقى. اهو My husband passed away. زوجي مات. همسك كلمة passed اللي هو الإيديوم بتاعتها في أمريكا kick out. Kick out اللي هو die. My husband passed away. مات. يعني هو is not exists anymore. مش موجود. Is not present. مش موجود. That passed away. لحظة العين وهي بتقفل عينيها ففي pause كده. She's going through a lot of emotional issues. ممكن تكون distress. ممكن تقول she's a little bit depressed. يعني في كآبة. في ممكن حزينة شوية أراها. ممكن she's gloomy. حزينة. Pensive. Sad. حزينة. She's not feeling happy anymore. مش في حاجة بتمر بيها. في حاجة. ممكن كمان she's not even over the cloud. Or over the moon. She's not even in cloud nine. مش في السماء التاسعة. مش سعيدة. في حاجة. في حاجة. يبقى أول حاجة جملة هنا خطفتنا هنا. أولا she's grabbing my attention. يعني هي جذبت انتباهي. My husband passed away. Okay. جوزي مات. بعد كده أهو. I started talking to a man. Started talking to a man. ابتدت تتكلم مع راجل. الراجل ده unknown. يعني ambiguous. We don't know that man. It could be they know each other a long time ago. ممكن يعرفوا بعض. ممكن صديق. ممكن هي ارتحت له. بس هنا طبعا الناس they don't trust each other. مش سهل او تثق في حد. عشان يبقى في علاقة. لان طبعا بيبقى في مشاكل في العلاقات. فهي بتقول لك I started talking to a man couple months later. بعد ما مات هي كلمت مع حد. مع راجل. هنا. Couple months later. ماشي. كلمت مع الراجل دوت. الشخص ده. بعد شهرين من وفاة الزوج. انا اقدر احلل كده. She's going through loneliness. يعني في وحدة. بتمر بوحدة. او ممكن كمان الكبي she needs a friend. ممكن صديق. بعض الاحيان الستات محتاجة صديق تتكلم. يعني she doesn't trust anyone because the only one she was trusted was her husband, but her husband is not even living with her anymore. She needs to talk to someone. عايزة حد تكلمها. Let me tell you the story. بص اسمع الجملة دي. Let me tell you the story. هادي قوي. هادية. وبعدين الوش ما فيهوش أي علامات مرضية. يعني ما فيش تبريد عين. ما فيش إن هي she's telling you she's aggressive. بتبص لك من هي زعلانة جدا. No. Very mellow. Easy going. She's talking from her heart. But I can figure out she's a little bit sad. حزينة. Let me tell you a story. يبقى هي خلي بالك she's not storyteller. مش هي بتقول لنا قصة. She's not even fabricating a story. ما بتلفقش قصة. لا الست دي حقيقية. Real. الست دي فعلا مر بقصة. في أمريكا هنا عشان تبقى فاهم ممكن تلاقي ستات عرب بيعملوا مثلا تيك توك ومش عارف ايه وبتاع بس ما بيتكلموش على حياتهم الشخصية. عشان تبقى فاهمة. هي تطلع تغرج مش عارفين او هي بتعشق الثقافه بتاعتها فبتطلع بتشارك ايه حاجات كده مع العرب لكن ما بيتكلموش عن حياتهم الشخصيه. ما فيش واحده تطلع مثلا تقول لك على التيك توك انا سنجل مام. هم معظمهم منها اصلا سنجل مام متطلقات واو واو وقاعدين مع العيال. مش هتطلع تقول لك دوت لان في الثقافه العربيه الفيميل doesn't really talk a lot about her personal life. ما بتتكلمش كتير عن حياتها الشخصيه. وهتبقى كتاب مغلق يعني very close back ليك. ومع الوقت لما بتعرف عليها she will tell you a lot about her personality, her persona, her character. لكن مش كل حاجة هترميها على الترابيزة. ده بالنسبة للعربية. She's not gonna throw all cards on a table. مش هترمي كل الورق على الترابيزة. دي ثقافة ودي معروفة. لكن هنا الموضوع مختلف.
هنا الستات بتتكلم حتى لو قعدت معاها وعملت ديرينج she gonna talk about herself her own experience she doesn't care about you she doesn't care about your opinion هنا في أمريكا حاجة اسمها privacy privacy in America is so important hey she's sharing her opinion with us what happened to her because she's gonna teach all females around the globe what happened to her ده الهدف اسمها المورال ستوري في قصة نطلع منها من حكايتها الوقت في حاجة هي عايزة تعلمنا حاجة عشان كده طلعها هتقول ايه هتقول ايه اسمع بقى let me tell you the story يبقى عندي في هنا في ستوري تيلر اللي هو واحد الراوي فابريكيرينج ستوري نو اي دونت بليف شيز فابريكيرينج ستوري at all لا هي ما بتلفقش قصص الحاجة التانية she's real she's talking from her heart بتتكلم من القلب وحاجة مهمة جدا she's down to the earth متواضعة جدا مفيش تعالي she's not arrogant she's not even narcissist مش نرجسية باين من الوش حبوبة اللي هو النوع اللي انت تشوفه كده عايز تقعد معاه تتكلم معاه هنشوفها كمان وهي بتضحك هنشوفها كمان وهي sarcastic يعني بتعمل سخرية حتى على نفسها لكن she's not aggressive النوع ده موجود عندنا في أمريكا طبعا الأمراض النفسية موجودة She's not aggressive. اسمع بقى كده هتبتدي. يبقى هي عملت ايه? Grab our attention. Wow. You have a lot to offer, ma'am. في حاجة انت عايزة تقول لنا. في حاجة بتمر بيها. بس هتقول ايه بقى? اسمع. So, this was an old friend that I knew. This was an old friend. ده صديق هي تعرفه. يعملوا عليه في امريكا هومي. هومي يعني? They grew up together. They know each other so well. ده قريبين من بعض very close friend ده ايه كمان this was an old friend ده صديق قريب قوي منها يعني كانوا بيكلموا مع بعض متربيين مع بعض grow up together maybe they weren't together primary school maybe they were in high school you don't know she didn't even tell us what's going on in her life لكن قالت لك this was an old friend ده صديق قديم that I knew since I was 15 oh اسمع كده اسمع الجمله دي I knew since I was 15 I knew since I was 15 ده معنى كده ايه هي كانت تينيجر يعني before she had 18 هي 18 يعني ان هي قبل ما توصل اللي هو السن القانوني في امريكا اللي هو الادلت دي كانت minor she was teenager and they knew each other السن ده اخطر سن في امريكا اخطر سن في امريكا لو عندك أولاد لو عندك أقارب في أمريكا أخطر سن بيمر بيه الأولاد هنا في المدارس الأمريكية اللي هو 15 16 17 أخطر سن بيمر على أي مهاجر عنده عيال هنا بيمر بالمرحلة الخطرة دي اللي هو سن ال 15 ال 16 يبقوا يعرفوا بعض they know each other when she was 15 so young إيه اللي حصل اسمع I wanted that male attention اشرح افهم دي بقى I wanted that male attention. فينا شوية في الشرح. Male attention جذب الراجل ليها. هي ست. خلي بالك. She misses really her husband. بتحبه. بس بتيجي لحظة على الست. She really needs male attention. مش جنس. خلي بالك. مش جنس. اللي هو تتكلم مع راجل. الراجل يبص لها كست الانوثه ما قالتش لكن انا اشرح لك بالظبط الحاله النفسيه لحد دلوقتي I wanted that male attention عايزه اللي هو جذب الراجل ليها الراجل يبص لها يتكلم مع راجل في ستات كتير كده تحب تصاحب راجل معروف كده في امريكا انت ممكن تكون في مكان وانت شغال كويس ومنصب كويس ويقول لك هاي Are you available? I want to know you. I'm interested in you. ده عادي جدا في أمريكا. خصوصا ما تكون شغال كويس وتايتل كويس وبتعمل فلوس كويسة وعايش كويس بيجي اللي زيك. تتعرف عليك مؤتمر في فندق متكلم ممتاز في ده طبيعي جدا. الست تتعرف عليك لأن عايزة شريك حياة عايزة بارتنر. فهتقول لك كده Are you available? أنت متاح؟ نقدر نتكلم لو أنت مش available hey I'm married. I'm not available, man. I have a girlfriend. Okay. هتسيبك وتمشي. هنا بيحترموا جدا الخصوصيات. جدا.
اوكي ممكن مش هتقول لك مثلا I'm interested in you، لكن هتقول لك hey are you available، بتبص بضحكة جميلة، بتقعد تتعرف عليها. هنا الستات واضحة جدا جدا فوق ما تتخيل، هتتكلم. She will tell you a lot about herself. If you're interested, okay. We can carry on. ممكن نكمل، نعرف بعض، بنعمل حاجة اسمها dating. If you're not interested, well, I'm not interested in you, ma'am. Okay, no problem. مفيش مشاكل، مفيش ضرب، مفيش مد ايد على الاخر. احترم، بنحترم بعض، respect each other كراجل وست. هي ليها حياتها وانت ليك حياتك، هيكون مع شخص اخر، انت تكون مع حد تاني، بنحترم بعض كبني ادمين. وده الرقي في التعامل، وده المفروض يكون في التعامل، الرقي في التعامل. فهي بتقول I want that male attention، يبقى عايزة جذب الراجل، عايز تتكلم، ما هو معاش راجل، فعايزة تتكلم، عايزة تقعد، ممكن كمان عايزة تخرج، بدل ما تبقى لوحدها لا تبقى مع راجل وتقعد تتكلم، مفيش أي مشكلة. مش شرط تكون عايزة جنس، مش شرط. خرجت معاك ممكن مع الوقت تعرف عليك، لكن خرجت معاك مش شرط إن هي بتكون عايزة جنس. طيب بعد كده كمان في حاجة مهمة جدا تقول لك hey I just want you to be a friend. I want you to be a friend. That's it. As a friend. Boyfriend no I'm not interested. I'm not in a mood to have a boyfriend. واضحة يعني صراحة جدا. وده يحترم. هي عايزة friend مش عايزة boyfriend. ما بدورش على ده. لكن ممكن صديق. في كده بنحط don't cross your limit. ما تعديش حدودك. هي مش في المود لده. نقول هنا بقى I want that male attention، عايزة الراجل، جذب الراجل اللي هو أكلم مع حد، نخرج معاه. اسمع بقى I missed that male attention. I missed، صريحة جدا، I missed that male attention. هي كيوت قوي، بتضحك، في أنوسة، في أنوسة، الضحكة جميلة، في أنوسة، بتقرأ الوش إن هي عسولة، يعني she sweetheart، النظرة في أنوسة، الضحكة في أنوسة، محترمة، الوش فيه حاجة حلوة، يعني في تعبير you can read her feminine side، اللي هو الجانب الأنثوي عندها في وشها، بيتكلم، العين بتتكلم، her eyes is talking a lot، you can read her eyes easily، بتقرأ العينين بسرعة، بتقرأ شكل الحواجب مع العينين بطريقة حلوة، البيرسن كمان مع النوز، الضحكة الحلوة بتقول لك إن أنا female، female. Okay, I made that male attention. أنا محتاجة اللي هو جذب الراجل. أنا بفتقد ده لأن جوزي ميت. ماشي. بعد كده. So I invited him over. I invited him over. خلي بالك هنا بقى. Invited him over. هنا في مشكلة. وكتير بيقعوا فيها في الوس. كتير. كتير. المفروض خلي بالكم يعرفوا بعض، they know each other long time ago. But لو هي عايزة تقابل، عايزة تعمل dating، okay, we can meet in Starbucks، we can meet in public restaurant، we can have dinner, lunch, breakfast. Then we can talk. But they already knew each other. She invited him over. دي غلطة. دي غلطة. هي قاعدة لوحدها، ممكن single mom، ممكن هي طبعا في الحالة دي widow، مطلقة. أرملة كمان إن الراجل مات. فأنا بتكلم على جميع الحالات، ممكن سنجل مام. غلط إن أنا أدعي راجل البيت. I invite him over. بس خلي بالك هنا في أمريكا ما فيش حاجة بالعافية، يعني أنت حتى لو رحتها البيت ما تقدرش تعمل معاها جنس بالعافية، هتشيل قضية، ما تقدرش تعمل ده، ما تقدرش تهجم عليها كمان، ما تقدرش sexual harassment، ما تقدرش approaching her. Approaching her يعني تقرب منها وتلمس، ده ممنوع، تلبسي قضية، ممنوع. لكن هي عارفة كويس she invited him over. وده خلي بالنا يا جماعة، لما احنا نكون هنا في أمريكا ونسمع بعض في التليفونات العربي، انت مثلا موجودة برا مكان you're talking over your phone in Arabic and somebody's Arabic native speaker tell you hey I know you ma'am I've been to Egypt I've been there almost 10 years. Wow. I miss Arabic. I miss your culture. I love Egypt. Never invite somebody to your home. Never forever. Never trust no one. ما
ما تثقيش في اي حد ان انت تروحي له. Hey, come over. We can meet Friday. I invite you for lunch. In your home? No. No. ما تروحيش. من هنا بتيجي القواضي. من هنا بتيجي حاجات كتير. وهتكلم فيها الوقت. ممكن يسقط لك. وده بيحصل. يعني يسقط لك. ستات بتسقط لها في العصير. ممكن عايزك. He's really so interesting, yeah. ممكن انتي look very rich, filthy rich, wealthy. I want to get everything you have. You don't know exactly what I'm thinking about you. Maybe, could be, I'm criminal. I have criminal mentality. Don't judge a book by its cover. أنا لابس كويس. لكن هنا مكرم. انت تعزميني عندك. وانا سمعتك بتكلمي في تليفون عربي وده بيحصل ورحت عندك ناو ده غلط لان في حاجات كتير حصلت من ده ان انت تقعدي هاي وانا درينك اورنج جوس يا اوكي اسقطلك وبعد كده بتيجي القواضي في عمليه اغتصاب تصحي من النوم بليدنج واو لوك ات ايه هنا بيحصل بقى البلاك ميل الابتزاز ابتزاز عاطفي ابتزاز مالي ياخد عليك فيديوهات وبعد كده تكون انت متجوزة you already married that's really you feel like wow somebody having sex by force and you have nothing to say you're shocked and you show your videos واو. Is that really happening? Yes. خلي بالك مش في أمريكا بس ده في كل دول العالم. الثقة الزيادة قوي ديت. It shouldn't be. No. تخلي بالك قوي ده. خصوصا لما يكون معاك فلوس. خصوصا لما بيكون لأن المجرم بيقراك. أنت he's targeting you. يبقى في هدف. ان انا عايز فلوسك مش عايزك انت انا عايز اللي وراك كل النارسيسست always they need you they using you they need your supply عندنا هنا حاجه اسمها الديجر female digger اللي هي she's digging in your pocket she wanna get every penny you have because you're rich you have money هتخش لك قصة في الحب. You figure out at the end, wow, all she needs, she's a user. She's a user. She wants all you need, my money. ده ممكن كمان في نص كده لسه ما تعرفكش يقول لك مثلا اعمل لي بيزنس. بيحصل. Watch out. هنا بقى. I invited him over. عزمته عندي. اسمع بقى. He came here with not a dime to his name. اسمع بقى. With not a dime to his name. حلو قوي. حلو قوي التعبير ده. With not a dime to his name. يعني he's broke. ماهوش فلوس. He has no money. Has no capital. Has no finance. Has no funds. اخدها كذا مستوى في اللغة. He has no power. He has no capital. He has no money. He's broke. He has no dime to his name. معهوش فلوس. قريته هي كده. طب مين اللي هيصرف؟ هي. طب المقابل يا مدام؟ اسمع بقى. انت عازمه واحد معهوش فلوس. بتقول لك اوكي with not a dime to his طبعا الدايم اللي هو في امريكا 10 سنت. Dime to his name. معهوش فلوس. معهوش فلوس. And you invited him over? وعزمتيه ومعهوش فلوس؟ طبعا الستات بتقراك. ده انت بتخش الستاربكس الوالد بتاعتك بتعرف انت معاك كام بلاستيك ماني بلاستيك كريدت كارد وديبت كارد. ده عاده في الستات. مش اي ست خلي بالك. مش اي ست. في واحده انت بتفتح كده بتدفع يو باي فور يور كوفي عينيها على الكروته بتاعتك.
يعني على فلوسك مش عايزة. انت ممكن تبقى العبيط كده تبص هنا تبص هنا بس عينك عليها، لا عينيها على المحفظة بتاعتك. معاك كم كارت بقى؟ بيحصل مع بشر، بس خلي بالك الجعان بس هو اللي بيعمل ده. جعان الشبعان ما يبص كان فاضي ده. اسمع بقى، he came here with not a dime to his name. معهوش فلوس، معهوش فلوس دي يعني he's broke out of money. معهوش فلوس. حلوة. بعد كده I'm grieving, I'm a mess. حلوة قوي 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 ده يا مدام. I'm grieving, I'm in a mess. Grieving في حالة حزن. I'm in a mess. دي أصلا جاية من chaos. She's so messy. واحدة disorganized. بتعيش حالة من الفوضى. وده ممكن يؤدي كمان إلى أنها بص I'm drinking every day. أي بقى. Drinking every day. هو ده. دخلت في موضوع اللي هو الشائع جدا في أمريكا. She's alcoholic. I'm drinking every day. دخلت في الشرب. وخلي بالك عندنا ثلاث حاجات في أمريكا تجيب أجلك. تجيب أجلك. كل اللي في أوروبا وكل اللي في أمريكا يسمعني لأن دي من خبرة. وعايز أسمع yes you're right. اللي يجيب أجلك في أمريكا ثلاث حاجات. واحد الكحول جابت ناس كتير الارض، شرب الازازه، عندك مشاكل زي الست ديت بتاع بتلجأ للشرب، الخمره. الخمره طالما رحت واشتريت الازازه وكل يوم بتشرب انت كده بالسلامه. خمره يعني تدخين، خمره يعني مخدرات. يبقى واحد الكحول، اتنين ساكن دراجز، هتبقى دراج اريك كده. انت طيعت ضعت ضعت، مش تعرف تعمل فلوس في امريكا، هتبقى عبد. You're gonna be a slave for your habit. You choose this kind of life. انت اخترت الحياة ده to be a slave for your habit، للعادة ديت. Drugs and alcohol. الحاجة التالتة gambling. Gambling ده ممكن تبيع مراتك طالما خدت على الترابيزة وتقعد تآمر. هتبيع مراتك عشان تجيب، تبيع أي حاجة. جامبلر يعني ما عندوش أي نوع من الأخلاق. ده واحد عنده شهوة المال، بيعشق المال، بيعشق الربح، يعمل أي حاجة عشان يجيب فلوس. وياما بيوت خربت في أمريكا وفي أوروبا بسبب الجامبلينج، القمار، الترابيزة، الصلاة، القمار. الكازينوس في أمريكا بيعرف يجيبك، بيعرف يجيبك، بيكسبك في الأول، بعد كده afterwards you're gonna be addicted. Every single day you go there, play, you gambling, you lose a lot. If you own properties in America, you can sell it. You will sell it like a lot of people sold their own properties in America for gambling. عشان باع كل ممتلكاته عشان يآمر. You will lose a lot. So don't go ever go there. Don't go there. No. مش هبالك حياة. شفت كتير. كتير. مش هبالك حياة. أنا بقول لك من خبرة. حدش يقول لك مفيش عربي هنا في امريكا ولا لك. انا عارف العرب في امريكا عاملين ايه، العقلية العربية في امريكا عاملة ايه. مفيش حد بيساعد حد اصلا، كله عن نفسي. يقول لك اساعدك ليه؟ تخزوة، خش تخزوة زي ما انا اتخزوقت لما جيتها. ما بيساعدوش بعض. ده انت عشان المعلومة يقولها لك يذلك عشان يقول لك معلومة. ما بيساعدوش بعض. I'm drinking every day. ابتدت تشرب كل يوم. آه
لكن لما قالتها ببص للكاميرا بس في حزن تقرا العينين. She's sad. She's regretting. She's not feeling well when she said that word. I'm drinking every day. بشرب كل يوم. بقت مدمنة إزازة. بعد كده خلي بالك بتتكلم ست قمر قمر بلا ميك اب ولا لينسز. ما انت برضه بتقيل الجمال ده نسبي. بلا ميك اب ولا لينسز ولا اي حاجه يعني العينين الوش مفيش يعني ما في تلاقي لينسز وميك اب و50 الف حاجه والوش الحقيقي غير الميك اب. ما دلوقتي الميك اب ده بقى عالم تاني لكن دي ما فيهاش اي حاجه مفيش باين جمال طبيعي natural beauty. وانا نقول لها she's elegant دي انيقة لان حتى اللبس اللي لبسها حلو انيق في انوسة عالية مفيش اللي هو she's shying off بتقول لك انا بص انا قلت لك she's so humble she's down to the earth بتوضع جدا. I'm drinking every day. بتوصف نفسها. She's describing herself to let us know her character. Now I can really analyze her character. بحلل الشخصية. بتعمل ايه؟ I'm trying to numb the pain. I'm trying to numb the pain, right? You're trying to numb the pain. بتحاول تخدر الألم. حلو قوي التعبير ده. Yeah. في ألم. ألم ايه يا مدام؟ ألم الوحدة حضرتك. Pain of loneliness. ممكن نضحك عليها she been tricked in different relationships. We don't know. We don't know. She even talk about it. لكن ألم الوحدة. ممكن ألم كمان لما الست تشرب يبقى بتمر بمشاكل عايزة تبقى لوحدها. Hey, I wanna be by myself. I don't wanna talk. في ستات بتهرب. يعني ممكن مثلا بتمر بمشاكل نفسية تلاقيها تهرب 3 4 أيام مع نفسها. الوش اللي أنت بتشوفه that's not the real face, real character. هي بتوري لك الوش اللي بيضحك. لكن هي بتمر بنفسية صعبة. دول اللي بيشربوا. ممكن يختفي عنك وما تقولكش خلي بالك. ما تقولكش إنها بتشرب. وتيجي بالليل تقعد مع نفسها في الهواء الطلق في أمريكا. كتير لأن الوحدة صعبة جدا في أمريكا. الوحدة صعبة في أمريكا. هنا مش زي الدول العربية. في ناس كتير بتعاني من الوحدة في أمريكا لأن الاسترس عالي جدا في أمريكا جدا. أنت هنا بتشتغل عشان تدفع بلاتك. You work a lot to pay all your own bills every single day. So you feel like well you're a machine. You feel like hey month after the other month and then you have to pay your bill. You have to pay your rent. If you don't have bill, if you don't have rent will be evicted. هتمشي هتطرد. فانت بتحس عشان كده في امريكا يقول لك ايه بالنسبه للنيو ارايفلز ان امريكا they will tell you hey welcome to America. You will figure out yeah when I arrived to America they will tell me hey welcome to US. مرحب بيك في امريكا. مرحب بيك بقى للخزوقه. مرحب بيك للعالم اللي هو المادي. مرحب بيك للراسماليه. مرحب بيك العالم اللي ما بيرحمش. مرحب بيك العالم المادي. مرحب بيك اللي هو الدولار اللي بيتكلم. مرحب بيك لدول عدم المشاعر. مرحب بيك ان الناس ما بتشيلش هم حاجة ولا أصلا حد بيخبط عليك. مرحب بيك للناس اللي بتعفن في البيوت. مرحب بيك للدول اللي ما بتعرفش حاجة اسمها مشاعر. مرحب بيك لدولة اللي هي قارة أمريكا الشمالية بتعرف حاجة واحدة بس اسمها الدولار. مرحب بيك إن الإنسان ملوش أي ثلاثة لازمة. معكش فلوس بتبقى في الشارع. مش عارف تدفع إيجارك بتبقى في الشارع. بتشتري عربية من أي ديلر شيب مش عارف تدفع البيل بتاعتك كل شهر بياخد العربية الشرطة بتاخد العربية بتترفع منك وصاد عينك ما بتقدرش تعمل حاجة. أمريكا اللي غيرت ناس كتير. مرحب بيك للرأسمالية كابيتاليزم. ماني توكس شيت واكس. فلوس بتتكلم يبقى الزفت بيمشي. عشان كده في اسبانيا بيقولوا ايه؟ هاستا البيرو بايلا برولدينيرو. حتى الكلب بيرقص عشان الفلوس. دي امريكا. مفيش مشاعر. مفيش. I'm trying to numb the pain, right؟ بحاول بخدر الالم.
صعبة دي قوي يا مدام، صعبة دي قوي، بتخضر الألم. أني نوع ألم بتمر بيه؟ اسمع. Right, because I just lost my husband. فقدت جوزي. خلي بالك عشان تبقى عارف هنا، الست هنا لما بتحب، اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان الست الامريكيه خاينه. لا 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 لا، اوعى. زي اي مجتمع، زي اي مجتمع بتحبك هتحبك من قلبك، من قلبها. ياما ستات هنا في امريكا sacrifice their life for their husbands. A lot of females in America, they push you up. They're working hard to push you up. Push you up, push your morals. بيحبوك. They really love you from the bottom of their heart. بيحبوك من القلب. اوعى تفتكر ان عشان امريكا الستات خاينة عشان امريكا. No! No! الست ست في اي حتة على مستوى العالم. دي تربية يا سادة. الخاينة دي معروفة انها خاينة، خانت كذا مرة، فبقى حاجة في الدم. ده تبقى معاك وتبقى مع غيرك. ده انت تتصل بيها وتقول لك انا بكلم ماما وعارف انها في واحد تاني في قائمة الانتظار. انت مجرد حضرتك رقم. مفيش حاجة جاية منك، مفيش مصلحة جاية منك اللي يقول عليها السبلاي. في حد غيرك جاي. دي الخاينة يا سادة. اتعودت على ده. She's been doing that. Betraying you several times in her life. Not everyone. It's not easy, guys, for a female to deceive you, to betray you. في صعب جدا. في ستات ما تقدرش، ما تقدرش تناملك. ما تقدرش تناملك. مش كله خاين. لا. سعيد مصري يقول لك راجلي مات، بعلي مات. تنزل تشتغل عشان العيال. هنا موجود كده، هنا موجود في ستات كده بهذه الثقافه. والفرق بس اللسان. دي بتتكلم انجليزي، ده بيتكلم عربي. نفس الثقافه موجودين في ست. طب انت مسافر جايب منها عيال، انت عارف وواثق مليون الثقه، لا بتاعت فلوس. التربية يا سادة، التربية. اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان كل عشان هنا امريكا واوروبا وخاينة ومش عارف ايه بتاع وتنام. لا لا لا، ده الستيريوتايب اللي موجود في الشرق الاوسط. لا، في ستات زي الفل هنا، زي الفل. ياما ستات هنا عملوا رجال، عملوا رجالة، حبت ست، حبت. شكسبير قال ايه؟ Give your smile for everyone but your love for only one. ادي ابتسامتك لكل واحد لكن حبك لشخص واحد. حبيب القلب هو اللي في القلب، لكن الابتسامة انت صديق. ده في ناس هنا، ستات هنا تقول لك hey I'm a husband. My lovely husband, I have my hobby. حبيبي. ده بتقدمك hey is my hobby. انسى. انسى. ست ست في حتة. لما بتحب، بتحب من قلبها. بس خلي بالك، لما بتكره، بتتحول إلى نمرة. دول أنواع. أنواع. في ست تعتبر البياعة. البياعة دي بيبقى دايما معاها زبون موجود على الليستة. دي البياعة. فانت رقم حضرتك. If you're not provider, if you don't give what she want, she will flip in you in a minute. تتقلب عليك. And she will get the other guy. دي ما عندهاش مبدأ. المبدأ الفلوس. Money. دول موجودين في كل دول العالم. اسمع بقى كده. Because I just lost my husband. فقدت جوزي. That was
with for almost 10 years. Oh, اسمعينا. I was with for almost 10 years. إيه ده؟ صعبة دي أوي. That was for almost 10 years. 10 سنين. صعبة. في وحدة. في وحدة. اسمع لي جاي. I'm paying for everything. I'm paying for everything. تعال نخش المادي بقى جزء المادي. I'm paying for everything. أنا بدفع كل حاجة. إيه ده؟ She's in charge, right? Hey, America. She's in charge. She's paying every penny out of her pocket for her meal. The one she invited him over. بتدفع كل حاجة. إيه ده؟ Hey, ma'am, you accept it. You face it. Face it. يعني انت قبلت ده. The deal. I'm paying. خلي بالك صعب قوي. I'm paying for everything. وانت عارف انه اصلا ما عيل. وانت عارف ده راجل ايه ده. وانت خلي بالك الراجل راجل في كل حتة. هو مصر هو امريكا هو فرنسا. وده موجودين في كل دور. ده طبيعة. I'm paying for everything. انت عارف وانت جاي بيتها. وانت عارف ان انت ما فيش فلوس. وهي بتدفع كل حاجة. هو مين اللي بيدفع لمين اصلا؟ ولا مفروض مين اللي يدفع لمين؟ الراجل يدفع للست ولا الست بتصرف على راجل؟ ده ايه ده؟ I'm paying for everything. الست the female pays for him. Well, that's not good. She pays everything out of her pocket. Expenses coming from her pocket. I'm paying for everything. اسمع. I'm a fool, right? I'm a fool, right? قلت لك انا غبي. I'm stupid. I'm jerk. بص اخدها. Fool, stupid, jerk, idiot. غبية. بس لو هي بتقول بتبص بتقول عسل. عسل. بتقول I'm a fool, right? لا حلوة. لا حاجة كده فعلا يعني دي كده يعني كوباية كده فواكه وتقعد معاها تتكلم. فنجان قهوة يعني هي عسولة أصلا. يقول لك I'm a fool, right? الضحكة الحلوة يعني هادية أوي. هادي 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 أوي. النوع ده هادي بتتكلم كده I'm a fool, right? يعني أنا غبية صح؟ وزي ما قلت لك خدتها لك إلى مستوى عالي بنسميه الهاي ريجستر. السلانج منها جيرك. I'm an idiot, right? I'm a fool, right? I'm stupid, right? أنا غبية صح؟ أه غبية. أه أنت غبية. بصراحة أنا لو قاعد قصادك أقولها لك. Yeah. You're fool, right, man? Why you should pay for it, man? I'm a fool, right? بتقول لك أنا غبية صح؟ أه. بس إيه المقابل يا مدام؟ معلش برضه. ما هو nothing free in America. معلش انت دفعتي له. خدت ايه قصاده؟ خلينا نتكلم بصراحه بقى. خدت ايه قصاده؟ او انت عايزه ايه قصاده؟ بص هنا بقى. We're getting liquor every night. We're getting liquor every night. خلي بالك. We're getting liquor every night. ليكر اللي هو ليكر ستور اللي هو محل الخمور في امريكا. وير جيتين ليكر افري نايت اللي هو بنشرب كل يوم. طبعا انا اكن ليها كل احترام. اي دو ريسبكت هير اوت اوف ماي هارت. اي ريلي ريسبكت هير. هي محتاجه حاجه. محتاجه حاجه. ممكن محتاجه كلام. شي نيد سمبادي تو توك تو. بس هي بتقول لك هي صريحه جدا. شي سو اونست. بتتكلم بتقول لك وير جيتين ليكر افري نايت. بنعمل ايه؟ بنشرب كل يوم. كل يوم. خلي بالك. Who's paying for that? She pays. She's paying for that. بتدفع هي. هو ما بيدفعش. ما هوش فلوس. بعد كده. We're ordering DoorDash every night. بناكل برضو. مع DoorDash أكل. We're ordering DoorDash every night. طب الفلوس حضرتك بتجيبيها منين؟ واقعة سودة يا مدام بقى لما يكون الراجل سايب فلوس وأنت أصلاً عمالة تصرفي فلوس الراجل اللي مات. هتقول لك. هتقول لك اشرب كوباية شاي. هتقول لك حاجة بقول لك توجع البطن. يعني ناوي برافلاي ماي ستامك. ابتدى المغص يشتغل في بطني. اسمع بقى. الله اسمع. اسمع اسرار البيوت. اسمع. اسمع خبرة البروفيسور في الحياة. اسمع الموضوع مش تدرسه بس. نو. No.
اسمع. We're ordering DoorDash every night. أكل. إحنا لازم ناكل. إحنا مش بنشرب. مش بنسكر. يبقى لازم ناكل. بعد كده. Every night. Spending my husband's money. هنا الدموع. Oh wow. There is a tear coming of her eyes. Spending my husband's money. أنا أحترمي باف دي. Wow. She's feeling sorry for herself. في أسف هنا. Spending my husband's money. فلوس جوزي أنا اللي بسكر بيها وأنا اللي بعزمه بيها. اسمع. That I got because he passed away. That I got because he passed away. ممكن معاش بتاعه جوزها طبعا رسمي الزوجة ممكن جابها منه عيال فهو مات فلوس ديت أنا خدتها صراحة غير عادية. خلي بالك الستات هنا كده. الستات هنا كده. اقعد مع اي حد اقعد مع ناس هتحكي لك هتقول لك. ما بيتكسفوش. بتقول لك. Spending my husband's money that I got because he passed away. فلوس جوزي. بصرفها. ماشي. في حزن. اه طبعا. أنا أقول لها بقى hey wipe your tear man there is no finger will wipe your tear only your finger no one will wipe your tear only your finger مفيش حد يمسح دموعك إلا صباعك no one will share your opinion feel your pain only yourself مفيش حد يحس بألمك إلا نفسك أنا مش حس بيك لكن أنا ممكن شاعر بيك حاسس بيك كست حاسس بيك يا حاسس بألمك آه حاسس في ندم اه في ندم اه بس عسل بص sweet heart sweet heart هادي قوي ما بيبرقش هادي بتكلم بشياكة عسولة كده بتتكلم هادي قوي اسمع بقى So I'm a widow, right? I'm a widow, right? أنا أرملة صح؟ أيوه جوزك مات. Yes, we know already. Your husband passed away. ماشي. You don't fuck with widows. You don't fuck with widows. لا تعبس مع الأرامل لأنها خبرة. التعبير ده في أمريكا don't fuck بيستخدم الإف وورد طبعا. طبعا هنا بقول لك excuse me for my French لكن ده عادي ده الإف وورد بيستخدم كتير في أمريكا. حرية التعبير. فمعناها ان انت لا تعبس مع ست أرملة طب ليه هنا it means a lot واحد ان هي في حالة نفسية صعبة she's going through a lot of psychological problems psychological issues that's why she say hey don't fuck with the widows لا تعبس مع الأرامل الحاجة الثانية ان هي She's lonely. فانت بتعبس معايا يعني انت there's a lot of burden over my shoulder. في عبء على كتفي. في عبء على كتفي. فقالت لك الكلمة دي، الكلمة دي كبيرة قوي 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 لما ست تقولها ديت. هاخد دي الاف وورد اللي هو كيرسنج ووردز. اللي هو كلمات اللعنة ديت. اللي هي لما تقول كمان تعبير اجمل كما كنا مثلا قاعد مع الستات if you're sitting with females and you say F word hey sorry for my French يعني انا اسف جدا لللفظ اللي خرج مني بتبقى شيك وخصوصا لو انت بشتغل في امريكا never forever use F word with females in America مجال العمل ما بيحبش ده خليك شيك خليك راقي حتى قضاء امريكا الستات لان طبعا في ناس كتير ما تعرفش المعلومه ديت احنا عندنا ستات في امريكا ماسكه المحاكم في امريكا ست قوه في امريكا في ست ما بتحبش تسمع الاف وورد قضاء
حبيش تسمع كلمة دي خصوصا في فواضل القضية اللي هي الطلاق والنزاع conflict between females and they are really fighting for property and marriage dissolution اللي هو الطلاق. طيب بتقول لك hey you don't fuck with widows. لا تعبس مع سيدة أرملة ما كفاية اللي هي فيه. فبتقول إيه بقى؟ That's what the Bible says. That's what the Bible says. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. Okay. أو بمعنى آخر اللي هو هي تعني أكتر in another words fornication اللي هو الزنا. الزنا. اللي هو لا تزني بمطلقة. أو لا تزني بأرملة. اللي هو she mean it fornication. اللي هو الزنا. أو commit أولا بتعبير تاني اللي هو commit adultery. يبقى أنت عندك fornication having sexual affair ثم اللي هو commit adultery اللي هو مصطلح ديني سواء اسلامي مسيحي سواء مصطلح ديني عموما religious term مختلف الاديان والفلسفات بتقال عليه fornication او commit adultery اللي هو ارتكاب الزنا نفسه. بعد كده هنا Not on those words. هي مش بتعني ده. هي بتعني ان انت ما فيش زنا مع أرملة. والزنا محرم في كل الأديان. بعد كده. You don't do that. يبقى في حاجة هنا اخوانا. بص كمان ايه. Just wait, please listen to the whole story. Yeah, madam. Just wait, please listen to the whole story. انتظر واسمع كل القصة. تمام؟ شدد انتباهنا قوي. في حاجة. Listen to the whole story. Wow. Just wait. هودي ياخدها إلى حاجة تانية. Hold on, hold your horses في اللغة. Wait يعني انتظر. Hold on انتظر. Hold your horses اعلى شوية. الإديم بتعدها في أمريكا يعني wait انتظر. Just wait. So he tells me. هو بيقول لي بقى بص. So he tells me I'm gonna get a job. I want. قال لها خلي بالك في اللي جاي ده. أشرب كوباية شاي عشان أمخمخ عشان أعرف أطلع لك بقى الخلاصة. اسمع بقى. قال لها ايه بقى؟ قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ اسمع. Words, but you don't do that. Just wait. Please listen to this whole story. Just wait. So he tells me I'm gonna get a job. I'm gonna get a job. هعمل شغل. هاخد شغل. الرجال عموما مش كلهم لكن في كتير منهم كذابين habitual liars. انت اولا مع ست أرملة ومعها بنات دي حاجة دي ما تسبش يعني اولا من خبرتنا دي ما تسبش لان الاتيتيود بتاعها حلو بس انت عايز وقت يعني to know each other well يعني تعرف الاتيتيود بتاعها وهي زعلانة بتقول ايه وهي غضبان هل هي بتشتم هل هي بتتعالج نفسيا هل هي من نوع الماني هانجري هل هي بتعشق الفلوس بس هل لو ما عملتلاش اللي هي بتحبه او اللي هي عايزاه منك تديك يعني turn new flip new في ستك كده لكن ده هادي قوي بيوعدها he give her a lot of promises فبيقول لها hey just wait وانا I'll get a job انا هشتغل ماشي ما انت قاعد في بيتها وعايزة برضو فلوس ما فيش دخل وحتى لو معاها دخل الراجل الصح the right guy you should support you're gonna be a good provider for a female even if she has money حتى لو هي أغنى منك لازم تثبت للست الراجل حتى لو هي أغنى منك في حاجات كده بتثبت ان انت بتحبها ما هو الحياة مش جنس وبس عشان تبقى فاهم لازم توري توضح لها ان انا فعلا I love you for your personality I love you I care about you I'm here for you I'm your provider I'm your supporter
If you scratch my back, I will scratch yours. انتي بتدعكي ظهري يعني support me, I'll support you. طالما هي سلوكها كويس, attitude بتاعها حلو, مش aggressive, مش عايزاك ان هي الحاجة معينة تاخدها منك ولو ما عملتهاش هي تتقلب عليك. لا, دي مش كده. في الحالة دي ممكن اقول لك سيبها, صح, لانك هتحط نفسك في مشاكل وهتحط نفسك في امراض نفسية وعقلية. لا, stay away from trouble, keep your nose clean, خليك ان انت بعيد عن مشاكل. لكن ده في وعود, في رجالة كتير كده بقى. hey, I'll get a job. ماشي, هتشتغل, هشتغل, في وعود. لكن وعود كلها كده, بنقول عليهم habitual liar, كدابين. اسمع بقى, I wanna help you. ماشي, I wanna help the girls. الله, ده عندها بنات يا سيدي. I wanna help the girl. ما تعتبرهم يا اخي بناتك, ده انت لو انسان سوي تصرف عليه وعلى العيال. اطلع اشتغل, اطلع اشتغل, بأمان, خليك راجل. الرجولة مش ان انت اصلا عم الراجل, عم الشنب. الست عايزة الامان, الست بتحب الحنان, الامان, الحنان. الست في راجل في حياتها بيوفر لها الامان. I wanna help the girls, اللي انا بحب اساعد البنات. ماشي, بعد كده اسمع. I wanna be there for you. انا اكون كل حاجة, اكون هناك ليكي. Because we known each other for years. احنا عارفين بعض سنين. ماشي, سأل هو, hey, do you trust her? وثقت فيه؟ قول لي, just only sweet talk. كلام حلو. Is he manipulator? خداع, deceiver, بيلعب بالكلام معاكي, بيلعب بدماغك, ولا ايه بالظبط؟ ده انت عارفاه كمان. We known each other for years. الله, ده في بقى حكاوي حصلت. ماشي, اسمع. And you were there for me at my lowest. خلي بالك الست, هو بيقول لها you were there for me at my lowest. At my lowest يعني في نقاط ضعفي, لما كنت مش لاقي يعني. When I have nothing, when I was broke, you were there for me. يعني at my lowest. Wow. دي يعني nice female. دي ما تسابش دي يا ريس. ايه ده؟ دي سعادتك. She was there for me at my lowest. لما كنت مش لاقي. When I was poor, you were there for me, was supporting me, was providing me. You were there for me. Really? Wow. That's a great. I love this kind of females. أنا بحب النوع ده من الستات. واو. دي ست, دي صح دي. اسمع بقى. You were there for me at my lowest. دي كانت معاه لما ما كانش لاقي. طب أنت عايز تاني. My lowest. So I want to be there for you. So I want to be there for you. يعني قدمت يا ريس. ده قدمت, ده أنت شفت خير منها. عشان كده وعدها, بيقول لها that's what he told me, I wanna be there for you. الرجالة عموما, عشان تبقى فاهم, أول حاجة بيفكر الراجل فيها على الست الجنس. أول حاجة الجنس. الست مش زي الراجل, الست ممكن تقعد سنين من غير جنس, الراجل لا. الست ممكن تشغل نفسها في الشغل تقعد فترة كبيرة من غير جنس, الراجل لا, ما يقدرش. علميا. لكن أول حاجة بيفكر فيها الراجل هي الجنس. في الجواز لما بيحصل مشاكل الراجل ما بيحبش يدفع نفقه. اضرب الراجل في جيبه. لولا قوانين امريكا والراجل لازم يدفع شال سبورت, كان ما فيش حد دفع لاي ست. زي بعض الدول كده بيتهرب من دفع النفقه اللي هو شال سبورت. هو عايز يعمل جنس لكن مش عايز يبقى مسؤول. في رجاله كتير كده
بالعقلية اللي أنا بقول عليها دي. He doesn't want to be responsible anymore. But he want to have sex. But he doesn't want to pay your child support. مش عايز كمان يدفع alimony. Alimony اللي هو spousal support في أمريكا. اللي هو النفقة الزوجية. في أمريكا هنا بتدفع 50%. 50% يعني if I've been married with you almost like 20 years, I got to pay out of my pocket 10 years. 10 سنين ده اللي بيحدده المحكمة. اللي هو الالموني اللي هو spousal support النفقة الزوجية 10 سنين بيدفع وهي قاعدة باشا. ده غير كده كمان اللي هو ان احنا بنقسم كل حاجة نقسم كل حاجة 50% I'm leaving the house if this house costs almost like 1 million bucks I got to pay here 50% to leave the house, move out. Or she gonna pay me to move out. أي حاجة اشتريناها بعد الجواز بتاعتي وبتاعتها. تليفون، نظارة، جيبة، جزمة. بعد الجواز everything a purchaser is ours. That's why a lot of people they really feeling difficult time here to fight for divorce in America. هتدفع 40% of your paycheck goes to your spouse. 40% for your child support, sorry. 40% يعني تاخد $1,000 $400 بيتاخدوا منك بيروحوا لنفقة الطفل. حتى خلي بالك مش لازم تبقى مراتك. ممكن حبلت منك 40% 400 دولار مشكلة. الراجل مش عايز يبقى مسؤول ان يدفع للست ده كتير كده. اسمع كده. That's what he told me. هو قال لي كده. But it wasn't like that at all. ايه ده كده كدابين يا استاذ كدابين. والله sweet talk. It wasn't like that at all. عايز اعيش عليها. ده بسميه user in America. She's digging in her pocket. ما الست برضه ممكن dig in your pocket. والراجل برضه ممكن يستغلك. ما في ذا وفي ذا. ده بيستغلها. But it wasn't like that at all. ده ما كانش كده خالص. اما كان ايه؟ He stayed for about two weeks. قعد معاها اسبوعين. مين اللي بيدفع في الاسبوعين؟ هي. 2 weeks I was paying for a grown man. She's going through a lot of pain. 2 weeks I was paying for a grown man. راجل انا اللي بدفع له. تتعب خلي بالك اي ست ديت. طب انت دور ايه حضرتك؟ دورك ايه؟ هي بتدفع لك كل حاجه؟ اسمع. That was staying in my husband's home. في ألم خلي بالك ده كان عايش في بيت جوزي. That passed away. بتعيط. قعدت بيت جوزي اللي مات. صعبة ديت. بتبكي. بس بيني وبينك عسل وهي بتبكي. لا في شياكة. في انوسة عالية قوي بتبكي. بس في ست بتبكي انت بتحس بانوثتها. مش عنيفة. في ألم بتمر بيه. She's going through a lot of pain and she's regretting a lot. Wow. He was staying at my husband's home. I was paying for everything. بتبكي. دي نقول لها عياطي يا مدام. طلع اللي جواكي. طلع الطاقة اللي جواكي. عياطي. قولي. هاتي اللي جواكي. قولي. طلع الدموع دي. خلي بالك كويس. صحيا جدا انك تبكي. وصحيا جدا انك طلع الطاقة اللي جواك. علم النفس بيقول طلع الطاقة في صورة بكاء. احسن ما تكون. وخلي بالك في الكلام اللي هقوله دلوقتي. لما تكون متضايق قوي if you're really angry don't even drive your car when you're angry when you're feeling upset never forever drive your car in America
when you're drunk or you're absent, because you're gonna hit somebody. You're gonna pay a lot. You're gonna pay a lot. You're gonna pay the price. هتدفع كتير. عشان كده لما تكون الزوجة تعبانة أو مثلا زعلانة أو أنت you've been arguing a lot with your girlfriend or your wife or your husband, never let her driving her car or your car alone. No. وقف قصاد العربية ولا مش هتسوق العربية. اقعد جنبيها لأن اللحظة ديت بتحصل ممكن جريمة قتل. هي مش شايفة. مش شايفة. هنا في لحظة هنا بقى لحظة الاحتواء بتبكي. أنت كنت قاعد في بيتي، هي ما قالتش كمان في اسمي، هي يعني هي محترمة. ده هي محترمة، ده بتقول لك يعني هو قاعد في، ده ما قالتش كمان في السرير. ما قالتش، ده هي محترمة. ده هي محترمة، ده ست محترمة ديت. Sorry. ماشي. That's okay. It still upsets me. Still upset to me. ده غضب لي. أيوة طبعا غضبانة. أيوة. 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 This was 2 years ago. This was 2 years ago. ده كان سنتين. فاتوا. But he was my friend, right? But he was my friend, right? ده كان صاحبي. So he decides that he wants to go back to Chicago. So he decides he wants to go back to Chicago. عايز يروح شيكاغو. ماشي. بعد ما قعد الأسبوعين بتوعه, he decides he wants to go back to Chicago. عايز يروح شيكاغو. بعد كده. And I decided that's probably the best thing. I decided probably that was the best thing. ده أحلى حاجة إنك تعملها إنك تمشي. هي ما قالتلوش امشي. بس هو قرر. That's your own decision. So stick to your decision. Well, you want to leave to Chicago? Okay, leave. بص هتقولي بقى. Because I'm not ready in my head right. I'm not ready in my head right now. أنا مش جاهزة. أنا مش جاهزة. لأي علاقة. امشي. امشي. هي feeling confused, frustration. Feeling frustrated. في ارتباك, في عصبية جدا. متضايقة. Sad. قالت لك أنا I'm upset. I'm not ready in my head right now. أنا مش جاهزة نفسيا. Psychologically I'm not feeling well. ما قالتناش برضه إنها بتتعالج. ما قالتناش. بس هنا بيقولوا. هنا بتقول لك هترمي كل ورقة تقول لك أنا بتعالج. أنا مثلا بتعالج نفسيا. باخد علاج. بتعالج. أهو. I'm not okay. I'm not okay. أنا مش مظبوطة. ماشي. I'm not ready for this. I'm not ready for this. مش عايزك تقعد هنا. She didn't kick him out. زي ما بيحصل. في ستات تقول لك بره. بره. امشي بره. اطلع من حياتي. مش عايزك. هو الست ممكن تطردك؟ طبعا. طبعا. ايوه تطردك بره في امريكا. ايوه. So he leaves. Of course, I had to pay for him. So he leaves. اسمع بقى. Of course, I had to pay for him to leave. ايه ده؟ ايه ده؟ Because he's a broke. اسمع الكلمة دي. To leave because he's a broke ass motherfucker, right? He's a broke ass motherfucker. زبالة يعني. والله انت يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. ايه الست دي؟ خلي بالك دي تعني حاجه كتير في الثقافه الامريكيه. ممكن مش عايز يمشي فبتديله فلوس عشان يمشي. فعشان كده قالت الكلمه الاخيره دي. He's a broke ass motherfucker. يلا يا زباله. مش عايز يمشي. ده قعد. فديت له فلوس عشان يمشي. شاف 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 العالم الوسخه. شايف ده خلي بالك مش في امريكا بس مش في امريكا بس ده على مستوى العالم بيحصل ست بتديك فلوس عشان تمشي بتقول لك امشي ايه ده ايه ده اجمل فتره في حياتي
كنت بدرس البرنامج ده كلينيكال سايكولوجي كنت بروح المستشفيات، كنت بتعمل اوبزرفيشن ريبورت في امريكا. فاجمل فعلا برنامج ممكن تدرسه، وانا كنت اصلا بدرس برنامج تاني في الادب الانجليزي، اتنين ماستر في نفس الوقت، كان صعب جدا. بس اجمل فتره انك تروح المستشفيات الامريكيه والكلينيك في امريكا عشان تكتب وتشوف المرضى النفسيين وتقعد معاهم وتكتب your own report، التقرير بتاعك، ولازم يطلب منك انك تعمل 20 ساعة و 40 ساعة وتزور وتقعد وتتكلم. اجمل فترة فعلا، برنامج فعلا رائع، دراسة علم النفس شيقة جدا، بالذات لما كمان تدرس psychology مع English literature يعني الادب الانجليزي، وتربطهم الاثنين مع بعض. روعة روعة روعة. النفس البشرية يا سادة، النفس البشرية العالم تاني، عالم انك تخش جوه العقلية دي. طبعا الفيميل سايكولوجي ده المرأة حاجة تانية خالص، ما كانش سيجمان فرويد ولا باللغة الألمانية قالك دي ماشي في فغاون زي بيسن ايش فازي مرشتن ايش حاب شتودير انا لازير جفورش دي ناتو في فغاون nach 35 Jahren ich weiß nicht was die Frauen mussten die meisten von Frauen sie wissen nicht was sie mussten. سيجموند فرويد درس طبيعة المرأة 35 سنة، بعد 35 سنة بحث والتأمل والدراسة عايز يعرف السؤال اللي هو عايز يعرفه، وصل وقال لك كده دي ماس فون فراون زي فيجن فاز موسم. معظم الستات ما يعرفوش ده نو دي وان، مش عارفين هم عايزين ايه، مش عارف ده بالالماني اللي بقوله ده دي دون نو دي وان، مش عارفين هم عايزين ايه. تخيل انك في امريكا بقى تدرس حاجه زي كده، تشوف كل ميدل ايسترن فيميل لاتينوس، تشوف هنا كل الالوان وكل دوت تشوفهم هنا في امريكا. متعه التعليم في امريكا، متعه 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 فعلا. عشان كده امريكا جذبت ناس كتير جدا للدراسه، متعه متعه التعليم في امريكا، متعه، عالم تاني، دنيا تاني فعلا. برافو 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 امريكا، متعة التعليم فيها. اسمع بقى right but when he left، لما مشي بص اسمع but when he left I felt so much better I feel so much better. شعرت بتحسن، شعرت بتحسن طبعا. relieved، بص relieved يعني ايه؟ يا ساتر هم ونزاح، يلا غرفة داهية. ايه ده I feel so much better، ده انا دفعلك عشان تيجي غرفة داهية. I feel so much better، حسيت بتحسن. Things were happening in my home. Things were happening in my home، حاجات حصلت كتير في بيتي. Like my radio fell. هنا بقى يا جماعة هخش في حاجة تانية. Psychological phenomenon اللي هي الظواهر النفسية، لما انت بتحس بتعذيب الضمير، تأنيب الضمير، you feel guilty مذنب، something can happen يا هوم. زي بتقول لك المدام كده بتقول لك ايه like my radio fell، الراديو وقع من مكان. خلي بالك الست بتفكر دايما، بالذات لما يكون في حنية من الراجل، ف always think about that guy، فروح الراجل ده موجودة في المكان، فبالتالي مش عاجبها اللي بيحصل، فبتقول لك like my radio fell، الراديو وقع سقط من مكانه. My lights were flickering. My lights were flickering. Flickering اللي هو وميض، وميض النور. في حاجة بتحصل، في حاجة، there is something going on I can't really get it I can't really understand it، اللي هو lights were flickering، وميض النور، وميض، في حاجة، في إشارة، something going on is telling you hey you're doing something wrong. الروح، الروح حاسة، حاسة في حاجة مش مظبوطة، في حاجة. اسمع I feel like that was a sign from I feel like that was a sign. ايه ده؟
for my husband to get this guy out. حسيت ان دي علامة for my husband, من جوزي, to get this guy out, اني خرج الراجل ده بره. خلي بالك في حاجة جميلة جدا, في ظواهر بتحدث في الحياة يوميا ملهاش اي تفسير. A lot of events happening every single day in the universe doesn't have any kind of explanation, ملهاش شرح or interpretation, ملهاش تفسير. مثلا أم قاعدة في مصر وابنها مثلا في هولندا, تلاقي فجأة الأم تصحى الساعة 2 الصبح وتتصل بالتليفون بهولندا تقول له يا ابني أنت في المستشفى دلوقتي. شافت مجرد حلم سنتين ثلاثة إن ابنها في المستشفى. الله, أنا في المستشفى, أنا حصلت لي حادثة. بيحصل, بيحصل. العقل الباطن بيفكر. أنت ممكن بني آدم عايز تشوفه قوي, بالذات في قصة الحب اللي هي الحقيقية, حد مات لك قوي, متعلق قوي بالأب, متعلق قوي بالأم, ممكن يجي لك في الحلم يتكلم معاك. وممكن كمان وأنت قاعد بتحلم إن فلان مات, وبيحصل فعلا ان بعد 3 4 ايام يموت. حاجات بتحصل لك ان انت شفت فلان, وخصوصا لما بتسافر, ان انت ممكن تخش مطعم ايه ده البنت دي هي نفس البنت اللي انا قابلتها في الشرقيه. بيحصل بنفس الوش, نفس الجسم, ان انا شفت فلان. I remember I've seen you but I don't know where. شفتك بس مش عارف فين, مش عارف فين. Nostradamus, he predict the day of his death, يوم ما ماتوا قال لك كده, there will be three different guys who will come to my grave, depict on my wall, they find my wall on my chest. It's written my chest, well, leave me alone and get out of here. Nostradamus توقع ان لما هيموت في 3 شبان فرنسيين هيجي ينبشوا في القبر, هيلاقوا الوصية بتاعته مكتوبة انه بعيدوا عني, هنا يرقد نوستراديموس. وحصل, وحصل. في مصر احمد خالد توفيق, احمد خالد توفيق تنبأ عن يوم ما ماتوا, وقال لك انا في الاصل عيني يوم الاربع الساعه, تمام, مش متذكر تمن الساعه, يعني 12 الظهر ولا 3 الظهر اللي بس الاربع ده, ان انا هقع وهموت يوم الاربع ده. وفعلا حصل, شاف ده. في ناس عندها ده كتير عندهم ده. فعشان كده قلت لك I feel like that was a sign for my husband to get this guy out. دي علامة من جوزي, مشي ده. الراديو وقع, الأنوار في وميض. Sign, get this guy out. بيحصل لما انت بتحس الارتياح النفسي, بتقعد مع تتكلم كده مع بني آدم, you feel like wow, I feel so good, comfortable, convenient with you. I love to talk to you. Hey, tell me more. I want to know you. You're feeling good. You're feeling so happy. Some people, when you talk, you open your mouth and talk to them, you feel like, wow, I don't want to talk to you anymore. You're so sneaky. خبيثة. خبيث. بتحس كده ان انت مش مرتاح. في حاجة غريبة. بتبص للوش, I'm looking at your face, well, I can't analyze your character. No, I'm not feeling good with you, ma'am. There is something going on here. You're so sneaky. You're manipulative. بتتلعبي. You're a deceiver. You're a cheater. مخادع. مخادع. بتحس حاجة بتقول لك. إحساسك. بنسميه الفيرست انتويشن. Always last.
الحدث الأول اللي أنت بتحس بيه. زي ما بعلم الطلبة بتوعي في التوفل والآيلز والألسات اللي هو امتحان القبول في كلية اللاسكول في أمريكا عشان يبقى محامي في أمريكا. فبقى مالتيبل تشويس في أمريكا. فبقول له الاي بي النظام الامريكي مالتيبل تشويس، بقول له اي بي سي دي، شوف انت لما بنتدرب بقى بنقول له شوف انت اي بي سي دي فيرست انسر از كروسينج يور مايند از رايت ذا فيرست انتويشن، الحدث الاول ده الصح خدها سواء اي بي سي دي. هو ده اول احساس بيجي لك ازاي بتتعامل مع البني ادمين. اول احساس ذا فيرست امبريشن اولويز لاست، على الانطباع الاول يدوم. لما بتحس ده ده الاحساس الصح، في حاجة غلط انت حاسس. Something wrong is going on here. في حاجة غلط موجودة. احساسك صح. اسمع بقى. My husband to get this guy out. He stole some things from my husband. ده حرامي كمان يا دنيلة. He stole some things from my husband. ده سرق حاجات من جوزي. ايه بقى؟ The I realized after he left. بعد ما مشي سرق حاجة من مقتنيات الزوج. يعني حرامي. اسمع بقى. Husband that I realized after he left. After he left. بعد ما مشي. He stole a cologne that my husband. He stole a cologne. Perfume. That my husband would only wear in special occasions. ممكن حفلة، ممكن برضو مع المدام بتاعته مفيش مشكلة، بيحط الكولون دوت مفيش مشكلة. خد الكولون ده حطه، ده سرقه مش حط، ده سرقه وهو ماشي. بعد كده would only wear on special occasions. In special occasions ماشي، بيحط ده في special occasions مع المدام بتاعته، مع حفلة، مع بعض هما الاثنين مثلا قاعدين كزوج وزوج، مفيش مشكلة الكلام ده. Johnny Depp cologne. Johnny Depp cologne. بتقول الاسم ماشي الماركة. I spent like $109 on it. I spent like $109 on it. $109 ماشي. And my husband said I'm only gonna wear this on. My husband said بص العقل الباطن جايب الزوج، الزوج في الصورة. الزوج في الصورة. I'm only gonna wear this on special occasions. أنا احط بالبرفان ده بس في الحاجات المناسبه اللي هي الجميله اللي مع بعض احنا كزوج وزوج. Special occasions. I'm not even gonna stay. خلي بالك علم نفس المراه هنا، هي افتكرت الاوكيجنز فبكت. هو في ندم. الست دي بتحب جدا، دي حبت. الست لما بتفكر في حاجة معينة وهي حبت فهي بتبعد بعيد عن الكاميرا. هنا الخجل المرأة. خلي بالك أجمل حاجة في الست خجلها. خجلها. الست تزداد احترام من الرجل في خجلها. الست لما ما تردش عليك. الست لما كل ما زادت المرأة خجل كل ما زادت الرغبة للراجل إنه عايز تعرف عليها أكتر. الست اللي هي ما تشتمش، الست اللي هي مش تبقى الند بالند، الست اللي هي تحترمك، الست اللي هي لما تكون you're really angry upset she will never tell you a bad word, she will tell you hey, I love you, I'm here for you, she's holding you, you can cry but hug you, holding you تحتويك. مش اللي ترد عليك. الست لما ترد على الراجل بشتيمة وتقلل منه بتقل قوي في نظره. قوي. ما بيحترمهاش. بيخزن. دي بتعتبر فالجر. دي مرت بمشاكل كتير. النوعية دي مرت بمشاكل. She's gone through a lot of issues, problems, mental abuse. مر بمشاكل كتير. جمال المرأة في حياتها. جمال المرأة انها تبص لك وما تردش عليك. ده ممكن ما تديها كلام سيء تخش الأوضة ممكن تبكي. دي بتزداد
حبا ليها واحتراما ليها. أنوسة وربنا خلقهم كده. ما تردش عليك. ده في كمان هي تبص لك وتبكي. دي اتجننت. مش هرد عليك. جمال الموقف ده. اللي بترد عليك ديت والند بالند لا ما تنفعش. ما تنفعش. عدوانية أجريسيف ما تنفعش. جمالها في حياتها في انوثتها هو ده. ربنا خلقهم كده. لكن تتساوى بيك كراجل وتقول لك أصل أنا إندبندنت أصل أنا مش عارف إيه أصل أنا I don't care لا ده كده مريضة نفسية. ولقابلك حد بالشكل ده فانت بتاخد حد خرب من علاقات سابقة سيئة استهلك كثيرا فانت حضرتك مش هتصلح. ده انت بالعكس انت اللي هتتعب وانت اللي هتمرض وانت اللي هتخش مستشفى الامراض النفسية ولا هي عارفة هي ايه. اسمع I'm not even gonna say how much money I spend. اسمع. Say how much money I spend. مش عايزة تقول. طب قولي كام. كتير. لان ده يحرجك يا ست. ستني كويس على فكرة. I'm not gonna say how much money I spend. ده صرفت على راجل. It's ridiculous. فظيع وقح. Ridiculous. Gusting. Ridiculous. مش عايزة تقول. I don't know how much I'm not gonna tell how much money I spend on that man. That's ridiculous. حاجة فظيعة. ست ترشف على راجل. اسمع. But I told him what? اسمع اسمع الثقافة الأمريكية I said karma will get you. هو ده أمريكا. Karma will get you. What goes around comes around كما تدين تدان. وهو ده اللي بيحصل يا جماعة في الحياة. اوعى اوعى تستغل امرأة. اوعى اوعى تستغل بني آدم في حياتك. اوعى تيجي جنب على حد ضعيف. سيبه امشي ما تجيش عليه. اوعى تيجي على انسان اصلا الدنيا عليه. انسان مظلوم. انسان فقير. Karma will get you. What goes around comes around. كما تدين تدان. ربك ما بيسيبش. ربك ما بيسيبش. الايام بتجري. والسنين بتجري. وربك ما بيسيبش. هيسيبك هيجيبك. اللي بيظلم امرأة في حياته. اللي بيجي على انسان غلبان في حياته هتدفع الثمن. كارما والجايو ده بتدي عليه. كارما والجايو زي ما عملت فيا. I spend a lot of money in you. You're a user. You use me a lot. كارما والجايو. What goes around comes around. كما تدين تدان. اسمع اللي حصل له ايه. الله عليك. الله عليك. كارما والجايو. Karma will get you. Karma will get you. هادية جدا. هادية جدا. هادية جدا. الله عليكي. الله عليكي. Karma will get you. اوعى تظلم حد غلبان. سيبه. سيبه يروح لغيرك مفيش مشكلة. سيبه سيبها. سيبها. سيبها تعيش. سيبه يعيش. سيبه. سيبه. كارما will get you. Sorry my daughter called me. But. بص الذوق. هي قطعت فبتقول هي sorry my daughter called me. ابنتك بتتكلم معي. جميل. باي سي. I said karma will get you. بتني بتقول I said karma will get you. كارما هجيبك. Because you don't mess with the widows.
ما تلعبش مع سيدة أرملة، ما كفاية الزمن يا سيد الفاضل، ما تلعبش مع سيدة أرملة، ما تاخدش فلوس سيدة أرملة، هي محتاجة الفلوس، محتاجة الفلوس ديت، ما تسرقش حتى لو حاجة صغيرة، بيأثر قوي في نفسية الست. ده مش ذكاء، ده مش دهاء. But I say بتدي عليه karma will get you because you don't mess with widows. أرملة ما كفاية يا أخي جوزها مات، كفاية وعايشة مع بنات، تصرف على بنات، تعرفش بتشتغل ايه، مش هتقول لك قصتها ايه. اسمع. Because you don't mess with widows. I was at my lowest point in my life. حلوة قوي التعبير ده، هي أنا كده خلاص فهمتها. That was my lowest point in my life. أضعف فترة في حياتي. محتاجة حد أتكلم معاه. بتسرقني؟ محتاجة حد. أنا ست ضعيفة. بتخش تسرق؟ بتخليني أنا أديك فلوس عشان تمشي؟ مش عايز تمشي عشان تروح شيكاغو؟ ده استغلال. بتقولك I was at the lowest point of my life. أضعف فترة في حياتي. And you stole from my dead husband and myself. بص اسمع اسمع. And you stole from my dead husband and myself. أنت سرقت زوج المتوفي وسرقتين أنا. سرقها. So tell me why a week later he calls me. So a week later he calls me. بعد كده باسبوع لما سافر بقى شيكاغو بقى اتصل بيها. He says قال ايه؟ I was by 63rd in France. بص ده غير خلي بالك it's unplanned. I was by 63rd in Francisco in Chicago. شارع 36 فرانسيسكو في شيكاغو. ايه ده؟ بص اسمع. ايه ده؟ Francisco in Chicago. That's my husband's neighborhood. That's my husband's neighborhood. ايه ده؟ ده الحي اللي اتربى فيه جوزي. ده اللي انا قابلت فيه جوزي. ايه ده؟ That's where I met my husband. That's where I met my husband. ده اللي انا اصلا قابلت جوزي في المكان دوت. That's where he's from. That's where he's from. انا جوزي اصلا من الشارع ده. من شيكاغو. من شيكاغو. من فرانسيسكو. من نفس الحي. نفس المنطقة. I said what happened. ايه اللي حصل؟ ده اتصل بيها بعد اسبوع. خلي بالك لما قالت له ايه؟ Hey, karma will get you. You stole my money, I stole my husband money. Karma will get you. Karma will get you. Hey, what happened? ايه اللي حصل؟ بعدها باسبوع ايه اللي حصل طيب؟ Because I want more information, right? عايزة معلومات. ايه اللي حصل لك؟ هنا بقى curiosity killed the cat, ده شيكسبير. الفضولية قتلت القطط. هي عايزة تعرف she's really curious she wanna know what behind the wall. عايزة تعرف ايه اللي خلف الحائط. انت الستات خلي بالك انت ممكن تبقى بعيد عن ست وبتراقبك من بعيد الفيسبوك السوشيال ميديا وانت بعيد عنها هي عايزة تعرف انت بتعمل ايه. الستات كده دي حاجة جواهم الفضولية curiosity killed the cat عايزة تعرف فهي عايزة تعرف hey I need my information tell me what happened ايه اللي حصل لك بعد اسبوع بقى بص اسمع I wanted more information, right? He says that eight dudes. ايه ده؟ Eight dudes? تمانية أشخاص؟ مالهم؟ Jump him and they were beating him. قفزوا عليه وضربوه. ايه ده؟ Jumped him. And they were beating him. He got broken ribs. اتكسر أضلاعه. He had a big ass busted lip. Big ass busted lip. اصلا في تضخم في الشفايف. Two black eyes. بعد كده في ضرب واصلا في اسمرار في العينين من الضرب. ايه ده؟ Two black eyes. His head was swollen. في تورم. فين؟ في راسه. ده الضرب. ايه ده؟ I said send me a picture. Send me a picture. اديني بقى صورة. اللي حصل خد صورة كده وبعتها لي. بص اسمع.
He sends me a picture. He sends me a picture. His whole body. مع كل جسمه. اسمع. Of his whole body. His chest, his head. His whole body. His chest, his head. صدره, راسه. Was like. قد ايه بقى زي ايه؟ I was like. بتضحك. الكارما جابته. وجوز الراون كامز الراون. ايه ده في ايه ده؟ ايه ده؟ كل جسمك ده مخبأ ده سرقها. فهي بتضحك بتقول لك هو. He calls me back. He calls me back. اتصل بيا بعد كده ايه؟ I said you know what؟ انا كلمته قلت له ايه بقى؟ You know what؟ That's your karma. That's your karma. اه اللي انت عملته فيا جالك جالك انت. بص انت اللي حصل لك ايه؟ بص انت مش سرقتني وسرقت بيتي وانا نفقت عليك واديتك فلوس عشان تمشي. بص that's your karma. ده اللي انت ده جزائك بقى. I said my husband. انا قلت جوزي. Who is dead. اللي مات. This to you. Because you messed with me. You My husband. اسمع اسمع الجملة دي جامدة جدا. My husband who is dead. He did it to you. Because you mess with me. الست دي ما كانتش عايزة علاقة جنسية. فهو عمل ده. وبالتالي خد فلوس. وبالتالي سرق. فبتتكلم على الزوج هي عشقت أو الزوج. أنا قلتها لك قبل كده. الست لما بتحب فعلا. أنا بتكلم على الست اللي هي الأصيلة. استحالة تنام مع حد. استحالة. استحالة. قالت لك My husband was dead. My dead husband. الروح بتاعته عملت لك كده. Because you messed with me. انت لعبت معايا انا. You came in. اسمع 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 احساس ست. اسمع. Came into my home. You came into my home. انا دخلت بيتي. You took advantage of me. You stole from him. الله عليك. بس. You take advantage of me. استغلتني. You stole from him. وسرقت جوزي. And you took advantage of me. And you stole from him. He goes, F you. F you. بدال F word. طبعا F word بنترجمها خلي بالك عليك اللعنة. تترجم عليك اللعنة تبا لك في اللغة العربية. فبيدي الاف يو وبعد كده البي. البي وورد اللي هي بيتش. بيتش اللي هي عاهرة. بيتش اللي هي العاهرة. فبيدي الاف يو ام بي. اسمها كده في امريكا الاف يو ام بي. ام كولينج يو اف يو ام بي اللي هو اياته على العاهرة. بيشتمها طبعا. ده عيل يعني اولا مش محترم. ثانيا الإنسان عموما المتحضر مهما حصل بينك وبين ست مهما حصل مهما حصل ما تتكلمش على كلام سيء. مهما في زعل مهما في غضب ما تتكلمش على كلام سيء. تكن ليها كل احترام حتى لو سابتك وما فيش أي اتفاق بينكم كل واحد لحياته. ما تتكلمش عليها كلام سيء ولا تشهر بيها ولا تشهر بيها ولا تقول لها اف وورد ولا البي وورد ولا اي كلمه سيئه. لان في ايام حلوه كانت بينكم. احنا بشر بنختلف مع بعض. All of us we have a disagreement. We're not on the same page. Yeah, we're not on the same page. ماشي كل واحد ليه فكره. لكن ما تشهرش بيها. اوعى اوعى تشهر بست. اوعى تشهر بست. اوعى تتكلم مع زميل ليك على ست. اوعى اوعى. لكن لها كل احترام. احترمها هيرجع لك. في اهل بيتك هيرجع لك. مش دي اللي تقال لها اف وورد اف يو بي. لا
مهما حصل بينك وبين أي ست، كل واحد لحياته، خلينا كبار، خلينا في التعامل شيك، نحترم بعض كبشر كبني آدمين. مهما حصل لازم يكون في احترام. He goes F-U-B يعني بديها كلمات سيئة. You be I said no. مش معنى انك نمت معاها انها سيئة، خدها في اعتبار كده. مش معنى ان نمت لك انها وحشة، مش معنى ان نمت لك انها ست مش كويسة، لا 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 لا. زي ما انت عايز جنس هي عايزة جنس، دي غريزة. لازم تحترم، لازم تحترم. فهي بتقول له نو انا لا. طبعا الكلام صعب. انا هانج اب، قفلت التليفون. Fuck you. And I hung. راحت مدياله الاف وورد، راحت قافله التليفون. And I've never spoken to him since. ما كلمتش معاه من ذلك الوقت. He wrote me and said، كتب لي بقى، ما برضه عايز استمر في العلاقه. He said، قال ايه بقى؟ Don't worry I'll pay all the money. Don't worry، ما هنا في فلوس، ما انت don't worry I'll pay all the money back. هدفع لك كل الفلوس، ما انت واخد فلوس منها. That you spent on me. هدفع لك كل الفلوس اللي انت صرفتها عليا. Back that you spent on me. I'll send you back your cologne. I'll send you back your cologne. هبعت لك تاني اللي هو الكولون البرفيوم اللي خدته ده. That I took from your husband. خدته من جوزي. That I took from your husband and nothing. Nothing. ما فيش حاجة. ما رجعش حاجة. كلام بس. Sweet talk. Nothing at all. Nothing at all. فيش حاجة حصلت. If your husband passed away. هتبتدي بقى تنصحنا. She would give a lot of hints and instructions, guidelines, advice. Hey, الست دي مرت بظرف صعب. فالدرس ايه بقى؟ هتقول if your husband passed away or your wife، زوجك مات او زوجتك، ايه اللي حصل بقى مدام؟ Or your wife. Never jump into something. Never jump into something. هي راحت في لحظة ضعف مع صديق كانت بتعرفه من زمان. Never معناها كده never jump into something، يعني ما تقفش الى حاجة عشان ترضي نفسك في الوقت ده. خلي بالك قالت I was on the lowest point in my life. أنا كنت في فترة مشوشة مش عارفة عايزة إيه. فهو دخل في الوقت اللي هي فيه ضعيفة قوي. فقالت كده Never jump into something. Just wait. انتظر. حتى لو أنت خارج من علاقة ما تخشيش علاقة تانية بسرعة. اعرفي البني آدم كويس. إحنا كبشر ما فيش حد كامل. Nobody is perfect. باللغة الألمانية is كان بغديس of the earth. There is no perfect on the earth. ما فيش حد كامل في الأرض. خلي بالك ما فيش كمال. الكمال لله وحده. ما فيش حد مثالي. انتظري. خد وقتك عشان تاخد في علاقة تانية. لأن الثقة صعبة في هذه الأيام. الناس في وشوش كتيرة. كله لابس ماسكات. كله لابس حاجة اسمها بوكر فيس. Everybody's wearing poker face. كل واحد لابس وش. مش هيقول لك الوش الحقيقي ايه. انت بتعرفه مع الوقت، مع الزمن، مع الخبرة. مفيش حد هيرمي كل ورقة على الترابيزة. ما تتوقعش الكمام من البشر. ما تتوقعش ان حد هيقول لك انا وانا 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 ويرمي كل عيوب على الترابيزة. مش هيحصل. مع الوقت. Everything just only matter of time you will get it. مع الوقت، مع الخبرة. بتفهم الإنسان الآخر. ممكن تصعق، ممكن هتحس في كذب، ممكن هتحس في رياء، في نفاق. لما بتحس بده ابعد. اسمع. Because you're not in your right mind. Because لسه عقلك، اسمها state of mentality، الحالة العقلية بتاعتك مش stable، not balanced، مفيش اتزان. Because you're not in your right mind. انت مش في العقلية الصحيحة السليمة ان انت تخش في علاقة تاني. الا اذا كان بقى عشان تفهم برضه ما في ناس بتخش عشان علاقات عايز منك سبلاي، يعني عايز منك جاي منك حاجة يعني. ده نوع تاني ده موجود.
بس دي العلاقات دي ما بتستمرش، لان علاقات المصلحه دي ما بتستمرش. And things could happen. Things can happen. في حاجات كتير ممكن تحصل. But I wanted to share that with you. But I wanted to share that with you guys. هنا في امريكا ده عادي جدا. في الجامعات تسمع ان ممكن مثلا حد يجي لك في الجامعه يقول لك هي او انا بروفيسور او انا شير ستوري وذ يو، هي وانا شير وذ مي او توك. هنا امريكا بتشجع على اللي هو انك تشارك رايك، انك تقول رايك، انك حاجه حصلت لك. انا بيرسونلي ام يوزينج ذا ان ماي كلاسز بيكوز everybody every student gonna share his successful story with me. Sharing his life, sharing a moment of his life with the other students. People, they can learn from each other. الناس ممكن تتعلم من بعض. عشان كده, hey, I want to share that with you. عايزة, دي ثقافة أمريكا, دي ثقافة الغرب. إن عايزة تقول لده, عايزة تقول للناس. هي حاسة إن عايزة تتكلم, فبتتكلم معنا عشان تشارك قصتها, عشان تعلم الناس. اللي هو اسمها الستوري مورال. المورال هنا إيه؟ Never trust no one. ما تثقش في حد بسرعة. لازم خد وقت. Take your time. النية الآخر. نية الآخر. اسمع بقى المدام بتقول ايه. You guys. I'm sorry. I know my daughter was calling me throughout the video. I'm sorry. I know my daughter was calling me throughout the video. أسفة جدا. بتتأسف لأن طبعا دي أمريكا. ثقافة الاعتذار في أمريكا. لازم تعمل اللي هو تعتذر. She's apologizing. I'm sorry. ماشي. But I got up like 3 times. But I got up. أنا وقفت 3 مرات عشان أتكلم بنتها طبعا. الأولوية لبنتها. I got up 3 times to see what she wants. هي عايزة إيه؟ هي بنتها صغيرة. فطبعا الأولوية للبنت. Priority for her daughter. لبنتها. أم. غرس الأمومة. الأولوية بتيجي للابن. للبنت. See what she wanted. Just to clear that up. Just to clear that. إيه عسولة. Just to clear that. عشان أوضح دوت. She wanna elaborate. شو أنا كلاريفاي عايزة توضح دوت مفيش مشكلة. Also one more thing. Also one more thing. نسيت حاجة فرجعت لنا تاني بتقول لنا إيه بقى مدام عايز تقول إيه. He told me. He told me the reason why I took the cologne. The reason why I took the cologne. إيه بقى السبب إن أنت خدت البرفيوم بتاع جوزي دوت. إيه السبب؟ اسمع بقى السبب. Was because I didn't think your. Because I didn't think your husband needed anymore. إيه ده؟ إيه ده؟ جوزي ما هو مات. Because what? I didn't think your husband needed it anymore. جوزك مش عايز ده عشان مات. No, that's not reason. That's not reason. It's not logical. It's not logical. You don't have the right to take my belongings from my husband. مش صح. مش الحق انك تاخد حاجات تخطص ممتلكات جوزي او ممتلكاتي الا باذني. الا باذني. Under my permission. لكن مش تاخد اي حاجه وتمشي. مش من حقك. Husband needed it anymore. That's what he told me. That's what he told me. وقال لي كده. When I tell you that I've. When I tell you that I've never hated somebody so much in my life. ما فيش كراهية. ما فيش كراهية. أنا ما كرهتش حد خالص في حياتها. Never hated somebody so much in my life. That I knew since I was kid. أنا عارفة واحد ما تعرفه كويس. دي مش رقم قصيرة. That I knew since I was kid. لما كنت طفلة صغيرة عارفين بعض. ما كرهتش حد. I was a kid and I trusted this person. I trusted this person. أنا واثقة في الشخص ده. ثقة. بس الثقة طلعت مش في محلها. Then you know. Be careful who you trust. حلو أو الكلام ده. Be careful you trust. خلي بالك من تثق. Be careful who you know. Be careful who you know. Yes ma'am. Be careful who you know. Right. I agree. Because people are. حلو بوش تعبير ده. People are snakes. الناس تعابين. Snakes. People are dogs. People are dogs. مع الاحترام للكلاب. أنا عندي 4. بلاك جاك وجيرمان شيبر اغلى انواع كلاب. مع احترام للكلاب هي بتوصف الناس بالكلاب. لا انت كل ما تتعامل مع الناس كتير هيزداد عشقك للكلاب. الناس ممكن تثق في حد يطلع مصلحجي، يطلع بيعرفك عشان فلوس، يطلع بيعرفك if I get what I want from you I don't need you anymore in my life. الكلب لا، وفي جدا وفي جدا.
الكلب، مع احترام لحضرتك، الكلب لا، الكلب ده بيطلع في الهاسبس في امريكا عشان عارف he or she is feeling you before even you pass away. He's crying for you. Dogs can feel you easily. Dogs, you can trust them 100%. People, no. People are moody. Dogs, no. الناس أمزاجة. ده ممكن يتقابل مع واحد امبارح بمزاج، بكرة يطلع بمزاج تاني. تتعرف عليه أول امبارح يطلع بمزاج بقصة، بعد يومين يطلع مريض نفسي. الناس أمزاجة. امبارح بقصة والنهاردة بقصة وبكرة بقصة. الكلاب لا. الكلاب لا. ده في كلاب جالها اكتئاب عشان اصحابها ماتت. ده في كلاب ماتت عشان اصحابها ماتت. ما تقارن، انت بتقارن ايه بايه؟ الانسان ممكن يستغلك عشان فلوس، الانسان ممكن يبقى كذاب، الانسان بمئة الف حيلة ومئة الف قصة ومئة الف وش بيلبس بوكر فيس. تعالى امنع عنه الطعم، تعالى امنع عنه الفلوس، ما تعملش اللي هو عايزه يقلب عليك، ما يكلمكش. الكلب لا. الكلب لا. اوعى توصف الناس بالكلاب. لا يا مدام، لا يا مدام. فارق كلب ايه اللي يتوصف زي الناس ده؟ ده انا لما رحت الهاسبس في امريكا اتعجبت. زمان زمان، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده هنا في حاجه اسمها الدوغ سيرفيس، سيرفيس دوغز في امريكا. ده بيطلع عشان يخلوا باله منك، بيخلوا باله منك. تعال خش المحاكم في امريكا، السيرفيس دوغز بيخلوا باله منك، بيمشي جنبك، قول له اقعد، بيقعد. سيب سيب بيقعد. سيرفيس دوغز في امريكا. كبار السن في امريكا عايشين مع الكلاب في البيوت اللي بيخلي منهم كلاب. يا مدام، الكلاب هي اللي بتخلي بالها شيكيلا لقبق، ايه مش البني ادمين. انت ممكن تعمل عمليه في المستشفى، بيبعت لك على الفيسبوك بيقول لك عامل ايه، اخبارك ايه، اتمنى لك كل خير، مش عايز يجي لك عشان ما يغرمش. ده ياما ناس في امريكا ماتت من الوحده، عفنوا في البيوت. مفيش مقارنة بين البني آدمين والكلاب. مفيش. عارف يعني ايه كلب يطلع جنبك على السرير ويتمسح بيك عشان عارف ان انت ماشي؟ الكلب بيبكي. بيبكي، بيحس ان انت ماشي، بيبكي. He or she is crying a lot because he knows you're going. You're passing away. You will die. عشان انت هتموت. الكلب بيحس بيك. البني ادمين بيتخانقوا على الميراث. تعال شوف المحاكم، حقي فين؟ الفلوس فين؟ كلاب ايه اللي تتوصف بالبني ادمين؟ كلاب ايه اللي تتوصف بالبني ادمين؟ ده انت كل ما بتتعامل مع ناس كتير وتتعرف على ناس كتير بيزداد عشقك للكلاب. من الخيانات اللي انت بتشوفها في حياتك، من الخوازيق اللي انت بتشوفها من البشر الا الكلب. تعالى كده وانت تعبان كده يفضل يلعب معاك، ارمي له الكوره يجري يلعب معاك. الكلب في امريكا بيشيل الفاميلي نيم بتاعك، يعني فرد من افراد الاسره، ذا فاميلي ممبر. في ناس في امريكا هنا جابوا تصريح من الاستيت عشان يدفنوا الكلاب في الباك يارد في البيت عشان ما يبعدش بعيد عنه. في كلاب اصحابها ماتت فردت نفسها كده على المقبره، مش عايز يمشي. وفي اخوات بيعرف ان اخوه ميت ما بيمشيش في جنازته. اختي يقول لك الميراث، الفلوس، هتديني فلوس ولا لا؟ هتعمل لي اللي انا عايزاه ولا لا؟ مش هتعمل اللي انا عايزاه؟ معرفكش. ما
بقارن ايه بايه؟ بقارن ايه بايه؟ بقارن ايه بايه؟ الكلب انت بتدربه حد يقدر يلمسك، والكلب بتاعك ماشي جنبك ده ياكله، بيحس بسرعة بالخطر. الوحيد الوحيد بايظ لايف ان فرونت لاين الكلب، البني ادم لا. ده انت بتتعامل مع البني ادمين مع احترامها طبعا، انا بحبها طبعا وكامل انا بحبها كست، انا فيميل ادفوكيت يعني مناصر لحقوق المرأة، دي معروفة، بحترم الستات، حرية المرأة وحقوق المرأة، لكن انا ضدها في الكلمة ديت. People are dogs now. No man. انت عايشه في امريكا وعارفه، ما اقدرش اعمل مقارنه واساوي الناس بالكلاب، هناك فارق شاسع. طب تتعرف على حد تتفاجئ انه بيعرفها عشان مصلحه بس، وعايز حاجه منك بس، الكلب لا. خش كده وانت ماشي في walking down the street in America، go to any vet clinics in US، شوف الكلاب اللي بتجيلها سرطانات، وشوف صاحبة الكلب أو صاحب الكلب لما الدكتور بيدي الحقنة للكلب والكلب بتاعك بيموت قصادك، شوف المناحة اللي بتتم في العيادة، هتعرف يعني إيه عشق الناس للكلاب، يعني إيه أمريكا لما تقولك الكلب ده family member، ده عده من عيد الأسرة، بيشيل الترخيص، ده بيعمله ترخيص، تعمله ترخيص، بيشيل الفاميلي نيم بتاعك، يعني زي الزوجة، زي الزوجة، يعامل معاملة فرد من أفراد الأسرة، عارف دي يعني إيه؟ عشان كده الشعب هنا بيعشق الكلاب، بيعلموا الأولاد في المدارس إزاي تحب الحيوانات، لأن فعلا ثبت إن الحيوانات كل انت ما تحب الحيوان وكل ما تعطف على الحيوان انت بتزداد كإنسان راقي، راقي بتبقى جواك الرحمة. الحاجة بس الوحيدة اللي ناقصة للكلاب ان ينطق، أذكياء جدا، انا بربي كلاب أذكياء جدا جدا فوق ما تتخيل، هو فاضل بس ينطق، فاضل بس ينطق، بس ده بيفهمك بالعينيك، ده لو انت زعلان لو انت مكتئب يجي تلاقي نط عليك، لو انت زعلان وانت متضايق، في بشر كويسين لكن مش كله، مش كله، في ناس بتمثل عليك pretending they are good they are not. Habitual liars, hypocrite, two-faced. بص بقولها ايه؟ two-faced. Dual character. You smile at my face and stab me on my back. بتضحك في وشي وبتطعني في ظهري. ده البشر مش كله كويس. ما تتخدعش في البني ادمين. Don't charge a book by its cover. ما تعملش ايه؟ ما تحكمش على الكتاب من عنوانه. ياما المظهر خداع. مع الوقت بتكتشف، عشان كده في ناس كتير، معظم الناس الحساسة قوي الرومانسية وهي اللي اتصابت بالمرض النفسية، اتخدع في البشر، اتخدعوا في البني ادمين. الكلاب لا، مش عايز منك حاجة، انت بتجيب له اكله وتديله الشاتس بتاعته كل فترة، فط عند الطبيب خلاص، زي يعمل اللي انت عايزه، خش الحمام يخش الحمام، هو بني ادم، خش الحمام هتلاقيه يخش الحمام، اطلع اطلع اقعد اقعد قوم قوم، مش انت بتخش المطعم جنبك اقعد اقعد، عايز ده فاضل ينطق، ده فاضل ينطق. عايزك كده تقابل اي حد في امريكا مربي كلب مثلا ومات، مربي قطه وماتت، تعال شوف تعال شوف شعوره عامل ازاي. انا قابلت كتير وشفت كتير، تعال تعال اقعد معاه وهو بيتكلم على القطه بتاعته اللي ماتت،
على الكلب بتاعه اللي مات، على العشرة، عشرة إن تعاشر حيوان. مش كل البشر خيرين، قلة منهم خيرين. البشر ممثلين رائعين، بيضحك في وشك لكن جواه في حاجة تانية، مخادعين. الكلاب لا، دي النقطة اللي أنا ضدها فيها، إن بتقول لا people are dogs. people are snakes. yes snakey يعني tricky، محتال، deceiver، cheater، مخادع، غشاش. البشر فيهم كل ده موجودين، مفيش حد كامل، مخادعين لحد ما يوصل لعين. ده في ناس بس بتعرفك عشان عايز حاجة، ما خدش الحاجة ديت مش هعرفك. الكلب لا، موجودين. القصة دي بتعلمنا حاجات كتير من هذه المرأة. Always watching your surroundings. Always. واحد، من هذه القصة نتعلم كالتالي. First, always watch your surroundings. خلي عينك على الأماكن المحيطة بيك. Don't trust too much in people. Don't put all your trust in people. ما تثقش قوي في الناس. خلي في حاجز بينك وبين الناس، حاجز. خلي في مسافة. Keep distant. Keep space. Give you my space. I give you a space. ما تبقاش كتاب مفتوح للبشر. Don't be open book for anyone. اوعى. They will use it against you. تكلمش عن نفسك كتير. ما تبقاش كتاب مفتوح وتطلع كل ورقك على الترابيزة. No. في ناس بتعرفك عشان 80-90% عايز يوصل لحاجة. خلي بالك، اللي بتعرفه ويتكلم على الماديات كتير يبقى تعرف ان داخل عشان الفلوس. His main goal is targeting you to get money from you. ده بنسميه هنا امريكا gold digger. She's digging your pocket to get whatever she wants from you. اللي هم مصاص الدماء بنسميها blood sucker، بتمص دمك. She's a sucker. Sucker يعني بتمص دمك. All she wants what you money from you. عايزة فلوس مش اكتر. لما تلاقي البني آدم بيتكلم فلوس كتير، بيشتكي كتير عن الماديات، ابعد. وانت او انت لما تعمل حاجة البني آدم ما تسألش في فلوس. خليك نزيه. اللي انا بدرسه في البيزنس انجلش، خليك نزيه. ما تبقاش واطي. واطي بمعنى ان انت بعمل ده عشان اخد مقابل. طالما شفت فلوس من الطرف الاخر يعني معاه فلوس بيساعدك. ما تبقاش واطي. لازم الاتيتيود بتاعك يبقى عالي. في امريكا ممكن تخسر حاجات كتير because of your attitude. negative attitude. هيبعد عنك. stay away from you. بسبب ان العيال جعان، يبقى بعيد عنك. كتير في امريكا فقدوا اشغال، فقدوا اصدقاء، فقدوا ناس في حياتهم كانت بتمونهم financially. supporting you financially because I figured out you don't deserve it. عشان طلع money hungry، جعان. الناس ما بتحبش الجعان، عشان تبقى فاهم. ما بيحبوش ده. لازم لما تعمل حاجة تبين للطرف الآخر ان انت بتعملش ده عشان فلوس. لو حس، خصوصا لما يكون معاه فلوس، حس ان انت بتعمل ده عشان الفلوس، عشان انت عايز حاجة، هيبعد عنك. يبقى انت قطعت بحاجات كتير وتخسر. وخلي بالك، what goes around comes around. كما تدين تدان. ودي كانت حلقتنا النهاردة من هذه السيدة الجميلة الرائعة اللي شاركت معنا قصتنا. قصتها الحلوة قوي، قصة حقيقية. خلي بالك، بيحصل يوميا في أمريكا. حط حاجز بينك وبين الناس. ما تبقاش كتاب مفتوح. تخلي بالك في كلامك.
مش كل حاجة تطلعها. ما تخليش الآخر يقراك بسهولة، خصوصا في الماديات. احنا في زمن الأخلاق قلت، المصالح كترت، الناس بقت بتلبس وشوش كتيرة، بوكر فيسز. Most people nowadays are wearing poker faces. وجوه بلاستيكية بيمثلوا انهم بيحبوك، جواهم حاجة تانية خالص. They hate you. They don't like you. All they want their intention to get what you have. And they're making fun of you. يضحكوا عليك، يسخروا منك، يمثلوا ان هم اصحابك، يمثلوا ان هم قريبين منك جدا. خد اللي هو عايزه، ما عرفكش. طبيعة البشر. Watch your surroundings. خلي بالك من اللي حواليك. خلي بالك بتقول ايه. خلي بالك بتعرف مين. Who's your friend. خلي بالك بتمشي مع مين، بتروح فين. Be selective. Be picky. اختار، نقي نقي. اللي انت بتنقيه ده هو انت. بتمشي مع مين، بتقعد مع مين. نفس الفكر واحد. We're in the same page. We're in the same boat. لازم نكون متفقين، نساعد بعض عشان نصعد مع بعض. الكويس بيعرف الكويس، والوحش لو عرف الكويس هيتعبه، هيجيبه الأرض. She will drag you to a big hole. هجيبك الأرض، تجيبك فين، تسبب لك مصايب. Be selective. Be picky. اختار اللي انت ماشي معاه. كل الاحترام والتقدير لهذه المرأة اللي احنا سمعنا قصتها النهاردة. ونتقابل ان شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة من العلاقة بين علم النفس واللغة الإنجليزية، وقصة أخرى أسبوعية مع خبرة البروفيسور في الحياة والربط ما بين علم النفس الكلينيكي واللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية وأيضا العقلية الأمريكية. كان معكم بروفيسور دكتور كرمانيس، أستاذ اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. دمتم في خير وصحة وسلام. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye bye. Bye.